يوم الأحد وبداية أسبوع جديد 23 من أيلول لعام 2018. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أنا ودوريد معكم على الهواء مباشرة ساعتين وصباحنا غير. صباحنا غير بكل تأكيد. صباح الفل كمان لإلك ومبارك جهودك كمان. عفاف أطلقت من أسبوع تقريبا حملة بخصوص الأوزان الثقيلة اللي بعاني منها أولادنا وبناتنا في المدارس، وبهذا الموضوع بشكل مخصص رح نعطيه حصته في برنامجنا لهذا الصباح. وبكل تأكيد فقرات متنوعة غير ومختلفة وأيضا الأخبار، لكن بداية نشوف ملخصنا لهذا الصباح. بعد فقرتنا الإخبارية وتناول أخبار الصباح رح نتحدث عن قرار المحكمة الموجه لبلدية حيفا بصيانة تل السمك مع المحامي توما هلون، وفي بث مباشر رح نكون مع مداخلة من دكتور جامي منصور المؤرخ الباحث والمحاضر. وفي فقرتنا الثانية رح نطرح موضوع مشاكل النمو الظاهر بسبب أوزان التي يحملها الطلاب بالمدارس منذ الصغر. مع ضيوفنا رح يكونوا معنا أديب أشقر المعالج الطبيعي، وأيضا دكتور ياسر خطيب أخصائي جراحة العظام وجراحة عظام الأطفال. ومن هذا الموضوع رح ننتقل للحديث عن التميز في المجال العلمي والفني، ومعنا سوار الأسعد المتفوقة في المجال العلمي رح تنضم لنا عبر سكايب من دبي، وأيضا الموهوبة في مجال الغناء رنا عوض. في فقرتنا الأخيرة رح نتحدث عن فيلم هواء مقدس. معنا رح يكون شادي سرور مخرج الفيلم والممثل طارق قبطي عن نفس موضوع فيلم هواء مقدس. وفي زاوية مطبخ صباحنا غير معنا الشيف بشارة أبو حنا. أما الآن مباشرة إلى الأخبار سريعا ومباشرة كما قلنا، نفتتح بقانون الولاء في الثقافة. يعني أيضا تسعى وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريجيف من حزب الليكود إلى تعديل قانون معين الثقافة، تعديل قانون الثقافة والفنون، بحيث يتيح لوزارتها سلطة إلغاء أو خفض ميزانيات ومؤسسات ثقافية بالتوازي مع السلطة الحالية لوزارة المالية، في استهداف موجه للنشاطات الثقافية العربية في الداخل الفلسطيني. ويتيح هذا القانون المسمى بقانون الولاء في الثقافة للسلطات الإسرائيلية خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغائها بالكامل وفقا لاعتبارات ريجيف في تطبيقها لقانون النكبة، والأسباب التي قد تتعرض المؤسسة الثقافية للتغريم وفقا للتعديل المقترح هي إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، دعم الكفاح المسلح، إحياء يوم استقلال لإسرائيل على أنه يوم حداد، انتقاد أو ازدراء كرامة العلم الإسرائيلي أو رموز الدولة. نعم، تأتي هذه المبادرة مبادرة ريجيف في أعقاب عدم قدرة وزارة المالية الإسرائيلية بقيادة موشي كحلون على إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية استنادا إلى قانون النكبة وأيضا المقاطعة. يعني حتى الثقافة الفلسطينية دريد ترعب المؤسسة. نعم. كان الملف بإيده لكحلون، يعني سبيسيفيك أعطاه لأكثر شخص اللي هو بقاضي وبجازي وبدون حق. صحيح. الثقافة والفنون، وإحنا يعني ماكلينها عجلنا كيف بنحكي في العامية من 5 سنين حوالي أكثر وأكثر، وهذا الظاهر كمان تصعيد إضافي. الله يستر إيش ممكن يصير بالثقافة الفلسطينية. يعني مش بس الثقافة الفلسطينية اللي ترعب، ربما أيضا المقدسات أو المقابر أيضاً للفلسطينيين. نعم. وتحديدا هذا الموضوع في خبرنا القادم في حيفا، يوم تطوعي في مقبرة القسام للتصدي لمحاولات سلبها. عقدت لجنتا متولي أوقاف حيفا والمتابعة صباح يوم السبت مؤتمرا صحفيا في مقبرة القسام في حيفا بعد يوم تطوعي لتنظيف المقبرة وصيانة القبور على وقع محاولة الاستيلاء على جزء من المقبرة من شركة كيرور أحزاكوت. وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس لجنة المتابعة محمد بركي ورئيس لجنة الحريات كمال خطيب ومتولي أوقاف حيفا الشيخ فؤاد أبو قمير والنائب السابق عصام مخول. وأجمع المتحدثون على وجوب التصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية النيل من مقبرة القسام والمحافظة على كل شبر فيها، وذلك وفاء للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا وحفاظا على هوية المكان وعروبته أمام محاولات تزييف التاريخ والمكان.
وننتقل إلى عنوان آخر وتصريح جدا هام ربما لأولمرت. في تصريح خاص لتلفزيون فلسطين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن على كل واحد في أمريكا وأوروبا وبالتأكيد في إسرائيل أن يفهم ثلاثة أمور: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي، والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث وربما الأول أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه والذي أثبت في الماضي أنه ملتزم في تحقيقه. وأضاف أولمرت في تصريح لتلفزيون فلسطين عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الفرنسية باريس إن هذا الأمر سيفهمه ليس فقط شعب الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا، وإنما الفلسطينيون سيفهمون ذلك، كما أنه هام جدا أن يفهم ذلك الشعب الإسرائيلي. وأكد أيضا أن الرئيس محمود عباس هو الرجل القادر على فعل ذلك وهو يريد تحقيقه، فهو يحارب ضد الإرهاب لأن ذلك جزء من التزامه لتحقيق السلام. وتابع أولمرت: أنا متأكد، وكما قال الرئيس عباس، أنه لو كان بإمكاني الاستمرار بمنصبي حتى النهاية لتحقيق السلام منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأرى أنه مهم جدا القول، وبالتأكيد أن الرئيس عباس لم يرفض خطتي، لم يقل لا مطلقا. وكرر هذا على مدار السنوات التسع الماضية في كل مكان ذهبت إليه. وأكد أن الرئيس عباس لم يقل لا ولم يقل نعم، ولكن لو بقيت رئيسا للوزراء وقتا أطول عفوا لكان بمقدورنا تحقيق السلام كما يقول الرئيس عباس اليوم، وهذه حقيقة. وهذا التصريح جدا مهم ومجددا يمكن هيك يؤكد توجه سيادة الرئيس الفلسطيني طبعاً. محمود عباس. من هذا الموضوع أيضا الرئيس عقب لقائه نظيره الفرنسي قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إننا لم نرفض المفاوضات كما يقول الإسرائيليون، بل كان الرفض دائما من قبل نتنياهو. وأضاف أيضا أننا مستعدون أن نذهب إلى المفاوضات، أن نذهب إلى المفاوضات سرية أو علنية، ويكون وسيط الرباعية الدولية. نعم، ودول لحظة شوي أوكي. أكد في حديث للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هذا تفاصيل الخبر: نحن قلنا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة. ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين يرفضون المفاوضات. أنا أتحداهم أن مرة واحدة دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا، بل كان الرفض دائما من نتنياهو. نعم. وأضاف أيضا في هذا السياق: إننا مستعدون أن نذهب إلى المفاوضات سرية كانت أو علنية، ويكون الوسيط الرباعية الدولية ودول أخرى، ونحن نرحب بأي دولة أوروبية أو عربية، مع أن العرب يرفضون أن يكونوا وسيطا، ونشكرهم دائما على مواقفهم معنا عبر التاريخ. نعم، وفي سياق ذاته أجمع الرئيس محمود عباس في القصر الجمهوري في العاصمة الإيرلندية دبلن مساء أمس السبت مع نظيره الإيرلندي مايكل هينجز، ووضع سيادته نظيره الإيرلندي بصورة آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ومحاولات الاحتلال تهجير المواطنين من أراضيهم في قرية الخان الأحمر، بالإضافة إلى سلب الأراضي لصالح الاستيطان وتشريع القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين. كما وضح سيادته الرئيس هينجز بصورة الإجراءات الأمريكية بحق الفلسطينيين والتي تمثلت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ووقف تنويل الأونروا ووقف المساعدات وأخيرا إغلاق مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي أعقاب اللقاء قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إننا حصلنا على ضمان من الحكومة الإيرلندية لمواصلة دعم شعبنا ومؤسساته. وشدد المالكي أيضا خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفني عقب لقائهما في العاصمة دبلن على الاستمرار بعقد اللقاءات والحوارات والنقاشات مع الأصدقاء في جمهورية إيرلندا من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيدا بالدعم المقدم من الشعب الإيرلندي وحكومته. نعم. اتصال هاتفي حول الجولة الأوروبية للرئيس الفلسطيني. تصريحات أولمرت. بيكون معنا دكتور أحمد رفيق عوض. صباح الخير لحضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. رح نتحدث عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي
تأتي قبيل الخطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، واحدة من اللقاءات كانت مع الرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق أولمرت، لنتحدث عن أبرز ما جاء هناك وما يعنيه هذا اللقاء. هذا اللقاء ربما يكون مهما بالنسبة لأولمرت بشكل خاص، ربما لرغبته أن يعود إلى السياسة مثلا أو الواجهة، أو لينتقد نتنياهو بتشدده وتعصبه وحتى إن شئت غباءه السياسي. أولمرت عندما يجلس مع الرئيس محمود عباس يريد أن يقفز أيضا على المقاعد الأمامية ولينتقد وليقول شيئا مهما، وهو أنه لو استمر في الحكم عدة أشهر لتوصل الاتفاق. هذا الكلام طبعا يعني إحنا نأخذه بنوايا بعيدة وليس القريبة، لأنه ليس شرطا أن يكون ذلك كذلك، لأنه ربما كانت الدولة العميقة في إسرائيل أو المؤسسات العميقة في إسرائيل تمنع أولمرت أن يصل إلى هذا الاتفاق. برأيي أنه ولا رئيس وزراء اقترب من أن يوقع اتفاق مع الفلسطينيين، اتفاق تسوية، والمتخذ القرار الأساسي أو مجموعة المؤسسات التي تتخذ القرار النهائي في هذا الأمر سمحت لرئيس الوزراء بأن يفعل ذلك. كل واحد من هؤلاء يعني تخلق له مشكلة إما إدارية أو مالية أو جنسية أو كل ذلك مجتمعا. على كل، أولمرت عندما قال ذلك هو يريد أن يقول أنه هذا النهج المتشدد والإرهابي إن شئت اللي اتخذه الطغم الحاكم في إسرائيل الآن هو خاطئ وليس صحيحا، وبالتالي هذا انتقاد قوي لهذا النهج. يجب أن نعرف أن أولمرت هو من الليكود، وهو سجنه نتنياهو وسجنه حزبه، وبالتالي هو عمليا يريد إذا بدك ينتقم ممكن يعمل جرد حساب، ممكن يرجع للسياسة الإسرائيلية، ممكن يريد أن يصدر الأخبار، ممكن يعني. بغض النظر عن كل ذلك نحن يعني نرى في هذا الأمر إنجاز السياسة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس. دكتور أحمد، وسؤالي لحضرتك أيضا، يعني بالتالي هنالك أو كان وما زال أيضا اهتمام إعلامي كبير في هذه التصريحات. سؤالي لحضرتك، يعني هل هذا لأجل مضمون التصريحات أم مثل ما حضرتك ذكرت، يعني يمكن لم يحصل في السابق أنه رئيس حكومي يميني أسبق يؤكد بأنه سيادة الرئيس هو رجل سلام وهو يعني يفعل المستحيل لتحقيق السلام، وبالتالي يحارب الإرهاب في الوقت اللي اليوم معظم الوزراء اليمينيين المتطرفين ورئيس الحكومة يتهم سيادة الرئيس بأنه ليس شريك عملية السلام؟ تماما هذا صحيح سيدتي، صحيح تماما انه السياسة اليمينية العمياء تقودها هذه الحكومة هي حكومة تذهب بإسرائيل الى طريق مسدود، وهي كذلك بالمناسبة يعني حتى الدعم الأمريكي الغير مسبوق لإسرائيل يعني يواجه بانتقادات قوية جدا من قبل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي هذه السياسة اليمينية العمياء لا تقود إسرائيل إلى تسوية ولا إلى سلام. وبالتالي عندما يقول أولمرت ما قال عمليا كما قلت يعني يكشف أو يعري هذه المواقف ويقول أنها لن تصل للنتيجة، وأيضا يمتدح الرئيس محمود عباس أنه رجل يرغب بالتسوية، ولكن الإسرائيليين أو متخذي القرار الأساسيين في إسرائيل لا يسمحون له بذلك ويمنعونه من ذلك. بالمناسبة هذا الكلام لم يعد سرا، وعندما نقرأ الكتب التاريخ والكتب التاريخ أيضا التي عالجت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ الأربعينات حتى اليوم نجد أنه النخب الحاكمة الإسرائيلية يسارية أو يمينية هي التي لم تذهب إلى تسوية مع العرب، لأنه واضح أنه إسرائيل لا ترغب بتسوية، ترغب بتوسع ونفوذ واحتلال. صحيح. نعم. دكتور أحمد رفيق عوض، نشكر تواجدك معنا عبر الهاتف، نهارك سعيد إن شاء الله، وبكل تأكيد رح نتابع هذا الموضوع بشكل مخصص ومحدد. نكمل جولتنا الإخبارية ونتحدث عن المئات في مواجهة الهدم، تظاهر المئات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في نهاية الأسبوع في مسيرة انطلقت عند الشارع الرئيسي لقرية الخان الأحمر الواصل بين مدينتي أريحة والقدس المحتلة تنديدا بقرار الاحتلال الهدم والتهجير سكان القرية. ويأتي ذلك وسط دعوات لاستمرار الحشد والمشاركة الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك لمنع الهدم وإفشال مخططات
الاحتلال ومواصلة دعم وإسناد أهالي الخان الأحمر. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بسياسات وجرائم الاحتلال وإجراءاته بحق الفلسطينيين، والتي تأتي بدعم وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت 3 حافلات نقل مواطنين ومتضامنين في طريقهم للمشاركة في الاعتصام التضامني مع سكان الخان الأحمر ولم تسمح لهم بالمرور. الطائرة المسيرة، هذا عنوان الخبر التالي وتفاصيله. استهدفت طائرة استطلاع للطيران الحربي الإسرائيلي أمس السبت بصاروخ واحد مجموعة من الشبان شرقي جباليا شمال قطاع غزة دون التبليغ عن إصابات. وأفادت مصادر طبية بالقطاع بوصول نحو 10 شبان من مخيم العودة شرق جباليا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متنوعة ما بين رصاص حي وشظايا رصاص والاختناق بالغاز. وأيضا أضافت بأن شابين أحدهما مصور صحفي أصيبا جراء إطلاق قوات الاحتلال نيرانها بشكل عشوائي شرق خزاعة شرق خان يونس. وإلى ذلك أعلنت سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن طواقمها عملت على إخماد 9 حرائق في الأراضي بغلاف غزة المحتلة نتيجة البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي انطلقت من القطاع، كما تمكن عشرات الشبان الفلسطينيين من اقتحام السياج الفاصل بين غزة وجنوبي البلاد شرق بلدة حجر الديك على الحدود الشرقية لوسط القطاع والدخول إلى موقع عسكري إسرائيلي قريب، ثم عادوا إلى القطاع دون وقوع إصابات. أما الآن، غانتس مقابل نتنياهو. بيّن استطلاع للرأي أجرته شركة الأخبار الإسرائيلية أن غالبية إسرائيلية تقيم إيجابيا رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس أكثر مقارنة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو. وبحسب هذا الاستطلاع فإن نسبة 57% لديهم تقييم إيجابي لغانتس مقابل 46% لنتنياهو، كما تبين أن نسبة 10% لديهم تقييم سلبي لغانتس بينما كثيرون آخرون لم يعرفوه. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 36% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 14% لغانتس، كما يحظى غانتس بنسبة ثقة عالية مقارنة بباقي السياسيين الموجودين اليوم في الجهاز السياسي الإسرائيلي. وتبين أيضا أن غانتس يحظى بدعم جارف لضمه إلى الجهاز السياسي من قبل المعسكرات السياسية المركزية القائمة. وعن المنصب الأكثر ملائمة لغانتس بحسب الاستطلاع طبعا، قال 52% من المستطلعين إنه منصب وزير الأمن، وفقط 10% قالوا إنه منصب رئاسة الحكومة، بينما أشار 25% إلى مناصب أخرى في الحكومة. بعيدا عن السياسي إلى خبرنا الأخير، ودراسات يمكن فعلا تزرع الأمل في نفوس من مصاب بالألزهايمر. نتحدث عن اكتشاف الحلقة الشريرة بالدماغ، وذلك يعطي أملا لمرضى ألزهايمر. كشف باحثون بريطانيون عن حلقة شريرة يعتقد أنها تفسر فشل جميع العلاجات السابقة في القضاء على مرض ألزهايمر أو الخرف الذي يصيب ملايين الناس حول العالم خصوصا كبار السن. وعلى مدى 30 عاما كانت الفرضية الرئيسية التي تبرر الإصابة بمرض الخرف تقول إنه ناجم عن تراكم بروتين اسمه بيتا أميلويد أو أميلويد بيتا في الدماغ الذي يؤدي بدوره إلى الوفاة. لكن الدراسة الجديدة التي أجراها علماء من كلية كينغز في لندن أثبتت أن بيتا أميلويد يشكل جزءا من الأسباب المؤدية للمرض، وأن تناول الأدوية لا يكفي لمعالجة هذا البروتين. وتؤكد الدراسة أيضا أن تراكم أميلويد بيتا مع الوقت يؤدي إلى ظهور بروتين آخر الذي يقوم هو أيضا بتغيير آلية عمل الشبكة العصبية ويدفع نقاط الاشتباك فيها إلى إطلاق المزيد من بيتا أميلويد، وهكذا تستمر الدورة. وقال أحد الباحثين بالمركز إن من المهم إيقاف عمل هذه الدورة وكسر هذه الحلقة التي قد لا تتوقف بالأدوية المعروفة حاليا. وعلى الرغم من أن هذا الكشف لا يزال في المراحل الأولى، إذ تم إجراء التجارب على خلايا في المختبر، فإن العلماء أثبتوا في تجارب على الفئران أن عقارا موجودا بإمكانه كسر هذه الحلقة وإبطاء هذا المرض. صباح الخير مجددا ما بعد الأخبار. ك
كمان للي عم بيتابعونا عبر طبعاً. موقعنا الرسمي مساواة شانل وعبر التطبيقات المختلفة. يسعد صباحكم وإلى فقرتنا الحوارية الأولى. بكل تأكيد نتحدث تحديدا عن المحكمة تأمر بلدية حيفا بصيانة تل السمك، وهذا يعني موضوع جدا مهم، في إرث، في تراث، في حضارة، في تاريخ لهذا المكان. بكل تأكيد توما هلون صباح الخير. صباح الفل والياسمين. أهلا بك المحامي توما هلون. نبتدأ معك نبذة عن تل السمك، كيف ما ذكرنا من شوي صغيري على المستوى التاريخي. تل السمك بيحكي أثار عن بلد كانت غاد موجودة من 1400 قبل الميلاد بحلقة متكملة يعني لحد 600 بعد الميلاد. غاد كانوا كتير شعوب، كتير أعراق فاتت لغاد، منها الأشوريين فاتوا، الإغريق، اليونانيين، الرومان، والفراعنة كانوا غاد، المصريين، الكنعانيين كانوا غاد. وآخر حلقة في هاي التسلسل السكاني كانوا البيزنطيين اللي هن معروفين في العربي الروم. ومن سنة 700 بعد 600 بعد الميلاد في القرن السابع الشعب طلع من غاد، ضل بس في المعالم الأثرية الموجودة. وفي سنة 1939 أقيمت غاد حفريات، ووجدوا غاد معالم لبلد كانت مزدهرة بهذاك الزمان. كان في كنيسة أيضا صحيح؟ كان في كنيسة، وكان في معامل لصنع الحرير، لصنع المخمل، وكان في دير. والأرضية تبعت الكنيسة تشمل أرضية فسيفساء، اللي الواحد يتخيل أجدادنا كيف اشتغلوا عليها، كيف عملوها. يعني الواحد بيقدرش يتصورها. يعني تحفة فنية قليل تلاقيها هون في هاي البلاد. صحيح صحيح. وطبعا البيزنطيين اللي هن الروم كانوا معروفين في الحرفة هاي، حرفة معالم الفسيفساء اللي كانوا يعملوها، أو تحف الفسيفساء أو الزخرفة. صور الفسيفساء اللي كانوا يعملوها. كمان جدير بالذكر انه غاد كان في المصيف تبع عائلة ابو طاجي اللي هي عائلة مهجرة عريقة من حيفا اللي طلعت بأيامات النكبة. نعم. وصودرت املاكها كأملاك متروكة. نعم. نعم. فصار في غاد حفريات في سنة 60 وفي سنة 2010 وامتدد لحد 2013. اجت الدولة، سلطة الآثار وجامعة حيفا وسلطة المحميات الطبيعية، طلعت غاد آثار، لاقت آثار، أخذت اللي أخذته وخلت المكان موجود على ما هو من 2013 لإسا. فأنا كنت غاد موجود بالمنطقة، بتطلع حسب كيف معرفتي أنا في التاريخ البسيطة المتواضعة، يعني بطلع بقول إيش هذا، يعني هنا الصلبان، المربعات، واضح إنه كان في معالم، كان في معالم أثرية اللي هي قديمة اللي تتبع للتاريخ البيزنطي. طبعا. فمن بعد ما طلعت يعني أكثر للعمق في هاي الأشياء، فاتضح إنه غاد كان في 17 تقدر تقول 17 رتبة من حضارات. فهني أخذوا الأشياء اللي لازم تتأخذ اللي بيعترفوا فيها. نعم. ودشر المحل كيف ما هو. يعني واضح من اللي حضرتك عم تذكره أستاذ توما، وأيضا من يعني اللي قرأناه في الإعلام، إنه الدعوة القضائية تمحورت حول بقايا الكنيسة أو هاي الأثار، وبالتالي اللي يمكن كان في إهمال متعمد إلى هاي الأثار يمكن لطمس الهوية الفلسطينية أو لهذه المقدسات. نعم. رح نرجع للحديث مع حضرتك عن حيفيات القضية وكيف فعلا يعني مثلتم أمام القضاء، ولكن بما إنه حكينا نبذي رح ننتقل في بث مباشر طبعا. إلى زميل
زميلنا ومراسلنا مجد نيال المتواجد للحديث مثل ما ذكرنا في عناوين هذه الحلقة مع دكتور جوني منصور. بداية يسعد صباحك مجد. صباح الخير لك عفاف ولدوريد ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. شكرا مجد. متواجد في تل السمك مجد الآن؟ بالفعل دوريد، يعني حاليا أنا متواجد في تل السمك في مدينة حيفا. صحيح. نعم. ودكتور جوني منصور ضيفك بشو رح يفيدنا في هذا النهار؟ أكيد في شعبته الكثير من التاريخ وعبق التاريخ، وخلينا نشوف يطلع المشاهدين وإحنا على الصورة العامة أيضا. نعم، بالبداية دوريد خلينا نحكي شوي عن المنطقة اللي احنا موجودين فيها. احنا موجودين في قرية تل السمك اللي هي طبعا بعود تاريخها ل يعني القرن التاسع عشر قبل الميلاد، امتدادا للقرن يعني امتدادا لوصول يعني الفتوحات العربية والإسلامية إلى البلاد. هذه المنطقة هي منطقة غنية بالآثار وبالمكتشفات اللي هي تعتبر سلسلة متواصلة لاكتشاف اكتشافات وآثار اللي بتتميز فيها مدينة حيفا. احنا بنحكي على اكتشافات يعني يعني مناطق فيها فسيفساء، وايضا لآثار كنائس وللعديد العديد من الاكتشافات. واحنا كل مرة من خلال بثنا ومن خلال يعني تقاريرنا وفقراتنا بنسلط الضوء على التاريخ والمعالم والآثار لمدننا وقرانا العربية المختلفة. طبعا يمكن سلطة الآثار وأيضا الحكومة يعني مش كثير معنيات في تسليط الضوء على آثار معينة، يمكن لأنه بتعارض الرواية الصهيونية، ولكن إحنا مصرين على إبراز هذه الآثار وعرضها. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول السياق التاريخي لتل السمك وللآثار اللي موجودة هون معنا، بنسعدنا أنه نرحب في الدكتور والباحث والمؤرخ دكتور جوني منصور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. صباحك غير. صباح الخير، أهلا وسهلا. نعم، يعني بداية دكتور جوني، حدثنا أكثر عن المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، وين حاليا إحنا واقفين على آثار كنيسة بيزنطية. نعم، إحنا واقفين الآن على آثار كنيسة بيزنطية تعود للقرن السادس للميلاد. نعم، أوكي، رح نرجع نعيد البث أكيد مع زميلنا مجد ودكتور جوني منصور. نرجع لتوما أيضاً. نرجع لتوما ونتحدث عن الجانب القانوني. يعني سمعنا من حضرتك نبذة، وبعد شوي أكيد رح نسمع مجدداً نبذة تاريخية من الدكتور جوني منصور. اطلعتوا على هاي التفاصيل؟ كيف بلش كل موضوع رفع الدعوة والمثول أمام القضاء؟ أول ما كنت غاد، يعني أنا زرت المكان، روحت على البيت بقول انه في شيء هنا، في شيء غلط. فقررت انه اتوجه انا للمؤسسات، لكل مؤسسه ممكن تكون مسؤوله عن هذا الموضوع. في حاله انا بهذا الشيء معتبر هاوي يعني. فبعثت انا مكاتيب لكل من كان لازم يكون له علاقه، سلطه الاثار، سلطه المحميات الطبيعيه، وزارة الداخلية، وزارة الأديان، حتى مكتب رئيس الدولة بعثت له، وبلدية حيفا. فما كنتش أخذ منهم ولا رد، يعني غير إنه أمرات يبعثوا لي مكتوب كل الاحترام إنك توجهت لنا، بس إحنا صالح. بس إحنا مش مسؤولين. نعم. بدك تتوجه للمؤسسة كذا وكذا. حتى كنت اتوجه للاونسكو، توجهت قالوا لي احنا عندنا في ليستا مسكره للمعالم هنا في اسرائيل، تل السمك او تل شكمونا، تل شكمونا او سيكمونوس في اليوناني زي ما بيقولوا، مش موجود عندنا بالليستا. فحسيت حالي انا زي اللعب، زي دون كيشوت دي لا مانشا اللي بحارب في مطاحن الهواء. هيك صار معي بالضبط. فقررت انه لابد، يعني طلعت على القانون، فلقيت انه بالقانون المسؤولين المباشرين هو اللي مكتوب ك له حق في الطابو اللي هي كانت بلدية حيفا، وحسب القانون كانت سلطة الآثار وسلطة المحميات الطبيعية. فقررت أقدم الالتماس ضدهن،
بموجب قانون الأثارات بند 5 بند 5 ف المحكمة ألزمت البلدية بما انه هي بيقدر يقول الواحد بما انه هي صاحبة الارض غاد يعني مسجل يعني في الطابق في مسجل في منطقة نفوذ حيفا بمنطقة نفوذ حيفا بالضبط. اما الشيء المهم كمان من هاي الناحية انه بمجرى تداول القضية اجبرت سلطة الاثار وسلطة المحميات الطبيعية انه تقدم تقرير كيف كان التعامل معها في ايامات الحفريات اللي كانت غاد. فتبين انه كان في اهمال وكان في عدم اكتراث في الحفريات. القاضي امتنع انه ينطي قرار ضد سلطة الاثار وضد سلطة المحميات الطبيعية. ليه؟ لأنه قرار عن هالشكل له أبعاد كتير خطيرة. طيب فقرر القاضي ما متأسف تفضل بس إنه تفضل قرر القاضي إنه ينطي القرار بس ضد بلدية حيفا. بس إنه في القرار نفسه ذكر إنه كان في إهمال من السلطات نفسها. وسلطة المحميات الطبيعية بموجب مسؤوليتها من قانون 5 قانون الآثار بند 5 كان لازم تعمل ليستا في كل المعالم الأثرية. فعملت الليستا هاي عملتها وحطت 30 معلم آثار معلم هيستوري تاريخي في هاي الليستا وأدرجت تل السمك في هاي الليستا بمحل معين. بس في إمكانية إنه الواحد يطلب إنه يعيد النظر بهذا الإشي. يعني من قبل ما كانش في إمكانية أو ما كانش في رقابة للعمليات أو حتى شو المناطق اللي موجوده في هاي القائمه ما كان في رقابه ما كانش في امكانيه يمكن حتلنا او نغيرها. ما كانش في رقابه بالمره حتى في المحكمه نفسها. بتذكر في يوم من في يوم المحكمه قال لنا القاضي فرجوني ليستا فرجوني إشي. ففرجوه ليستا من 2014 او 2016 اللي هي فيها كم من معلم اثري اللي مش موجود في حيفا واللي مش موجود يعني وبعدين موجودات في القائمه بس القاضي بيقول لهم طيب من 2016 لسه في ايش بديتوا في هاي القائمه. فقالوا له بعدنا ما خلصناش المعلم الاول تنبدا في الباقي. رح ناخذ منك توما تفاصيل اكثر عن الابعاد اللي تفضلت فيهن كعنوان. رح ناخذ تفاصيل هالابعاد بعد هذا القرار لوين ممكن يؤدي واذا كان حقا الاهمال هذا متعمد او غير متعمد. نرجع لزميلنا مجد. مجد مجددا صباح الخير، موجود في تل السمك مع دكتور جوني منصور. عفوا عن انقطاع البث، بنرجع لك. نعم دريد صباح الخير لك والعفاف لضيوفك الكرام مجددا. يعني نعود بعد طبعا هذا الخلل التقني وانقطاع البث من هنا من تل السمك في مدينة حيفا على هذا الشاطئ الجميل والساحر والذي كان في يوم يعني أيضا هناك وفرة في السمك هنا في هذا التل وهذا الشاطئ. ومعنا أيضا يعني كنا نتحدث عن كل موضوع المكان الذي نقف به وهذه الكنيسة البيزنطية، وكان الدكتور والباحث جوني منصور يحدثنا عن هذه الكنيسة. أرحب بك مجددا دكتور جوني وعذرا على انقطاع البث. يعني نعود ونسأل ذات السؤال ونعود إلى ذات السياق، الكنيسة التي نقف على آثارها الآن، حدثنا أكثر عن تاريخها وعن هذه الآثار. نعم الكنيسة موجودة في موقع تل السمك، وتل السمك معروف تاريخيا باسمه لأنه ارتبط بصيد الأسماك. السكان الذين عاشوا هنا من القرون السابقة للميلاد نستطيع أن نقول 15 لغاية 20 قرن عاشوا في هذه المنطقة، اعتمدوا على صيد الأسماك، على رعاية المواشي، على الزراعة البعلية في هذا المكان. مع مرور الزمن ومع خصوصا مع انتشار الديانة المسيحية في كافة أرجاء الأرض المقدسة بفلسطين، انتشرت أيضا في أوساط
السكان في هذه المنطقة، وبالتالي بدأوا بإقامة المعابد والكنائس والأديرة. هذا المكان هو أحد الأماكن التي تشهد على الحضور المسيحي في فلسطين في الأرض المقدسة، ونحن نتحدث عن كنيسة بيزنطية بكل معنى الكلمة وبكل مركباتها العمرانية والهندسية. هناك قطعة من الفسيفساء ضخمة جدا تمتد من الغرب اتجاه الشرق، لأننا نعلم أن الكنائس البيزنطية هي تتجه نحو الشرق لإيمان المعتقد المسيحي الأرثوذكسي على وجه الخصوص بشروق شمس العدل السيد المسيح من المشرق. نعم بالفعل دكتور، أسف على المقاطعة، نحن نرى أيضا يعني قطع فسيفساء جميلة جدا تتشكل من أشكال هندسية. نعم. نباتات ترسم، يعني أيضا كلمات هناك يعني مخطوطة في اليونانية تعني السعادة الأبدية. حدثنا أكثر عن هذا الفن الفسيفساء، عن هذا الزخرفة. نعم، هذه الزخرفة ما كانت لتتم في هذه المنطقة إلا بعد أن انتعش الوضع الاقتصادي للسكان. صحيح أن القرية قرية صيادين ناس فقراء، ولكن إلى جانب موقع القرية بنيت عدد من البيوت نستطيع أن نقول عنها أنها أشبه بأن تكون فيلل، ومنها الكنيسة، وهذا يدل على الوضع الاقتصادي الجيد لأن البيوت المجاورة لها أيضا فيها أرضيات فسيفسائية جميلة جدا. القطعة الفسيفساء هنا هي عبارة عن أشكال بعضها هندسي بعضها نباتي، مقتبس بعض النباتات من الكتاب المقدس كجزء من زخرفة المكان. نحن نعلم أنه في تلك الفترة، الفترة البيزنطية، انتشرت بشكل كبير جدا الزخارف الفسيفسائية المهندسة نوعا ما بشكل أو بآخر في الكنائس في المنطقة. نعم بالفعل، يعني الفترة البيزنطية تشتهر بهذه الفسيفساء. نعم. وهذه. نعم. الزخارف. يعني لنتحدث أكثر عن الآن يعني والوضع القائم، ويعني محاولات يعني البلدية حيفا وأيضا من السلطات المعنية بطمس هذه المعالم لربما وعدم تسليط الضوء عليها وعدم الكشف، ويعني يعني سلطة الآثار لا تقوم بدورها في الحفاظ على هذه الآثار. برأيك ما هو السبب أولا، وثانيا لماذا يعني لا هل من الممكن أن تكون هناك آثار أخرى تم يعني طمسها ولربما بناء أبنية عليها؟ نعم، أولا أنا أود أن أشير أن نحن نقف الآن في الكنيسة. إلى جوار الكنيسة هناك بعض الغرف الملحقة بها، وهي كانت جزء من الدير، يعني كنيسة ودير في هذا المكان. هذا طبعا يؤكد على غنى وزخم المنطقة بالموروث الأثري العمراني من تلك الفترة. نحن نتحدث عن الفترة البيزنطية، ونستطيع أن نتحدث عن الفترات السابقة. نحن نتحدث عن منطقة فيها أكثر من 17 طبقة تاريخية، هذا يعيدنا إلى فترة العصر البرونزي، يعني 15 قرنا إلى 20 قرنا قبل الميلاد. من جهة ثانية هناك أثار كثيرة جدا على سفوح المنطقة المقابلة لنا تعود إلى الفترة الكنعانية، وخاصة وجود عدد من المقابر في مغائر موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة، وهناك مطالب لدى عدد كبير من الناس. لا أستطيع أن أقول عنه أنه مطالب رسمية بتوجهات رسمية، إنها مطالب شعبية بالحفاظ على هذا المكان حتى قبل اكتشاف الكنيسة والأثار الأخرى الموازية القريبة منها قبل حوالي 10 سنوات. سلطة الآثار قامت بالكشف عن المكان، قامت بعملية التنقيب، كتبت التقارير، أحاطت المكان بسياج بسيط، ولكن اقتحم هذا السياج من قبل كثير من الناس، وخصوصا أود أن أشير وجود لصوص الآثار الذين بدأوا بسرقة حجارة وقطع فسيفساء وأجزاء من أعمدة قديمة موجودة في هذا المكان. حصل بعض التوجه إلى البلدية ولكن دون رد فعل من طرفها، ولا حتى سلطة الآثار ولا حتى محمية الطبيعة. أنا باعتقادي أنه السبب واضح، أن الأثر هنا هو أثر غير يهودي، بمعنى أنه مسيح يمكن أن يكون إسلامي وعندها يهمل. نعم. بهذا الشكل الكبير. أنا بودي أن أشير بالفعل. إلى أنه لو أنه هذا الأثر يهودي لكان الاهتمام به كبيرا، خاصة صيانة المكان، الحفاظ عليه وحراسته، ومنع أي غريب أو إنسان مشبوه بالدخول إلى هذا المكان. نعم بالفعل، وهذا أيضا ما نلاحظه، يعني عندما تكون هناك أثار يهودية ولو كانت يعني في أي مكان، في بلدة عربية، في أي مكان، صحيح. يأتون لكشف عن هذا
هذه الآثارات والحفاظ عليها وتحويلها إلى مزارات. أريد أن أشكرك جزيل الشكر لديك الوقت دكتور جوني منصور الباحث والمؤرخ، كنت معنا من هنا من تل السمك في مدينة حيفا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا. صباح الخير. نعم، إذن يعني عفاف ودريد كانت هذه المداخلة من هنا وهذه المعلومات القيمة التي يعني أخذناها من الدكتور جوني منصور من هنا من تل السمك، هذه القرية الأثرية التي يعود تاريخها إلى القرون، يعني إلى مئات السنين أيضا وقبل الميلاد، وهي تبعد يعني تقع على امتداد كيلومتر و300 متر جنوبي غرب الكرمل، يعني لتعلمون بالضبط أين تقع هذه القرية. فإليكما في الاستوديو. نعم شكرا مجد، يعطيك ألف عافية أنت وضيفك وروح بالسلامة. بكل تأكيد شكرا. أوكي، المحامي توما هلون، يعني حكينا عن نحكي عن الأبعاد اللي ممكن تصير بعد هذا القرار، أهمية الحفاظ على تل السمك، نصائح ممكن أنت ترشدنا أو إرشادات معينة ممكن توجهها للمشاهدين. الأبعاد من هذا القرار هو يعني إسا أنه صار في رقابة أنه السلطات تباشر في أنه دير بالها على هيك أثرات. إسا هون تفضل الدكتور الأستاذ جوني منصور وقال كل إشي كنت لازم أقوله إسا أنا بالنسبة لكيف السلطات تتعامل بأثرات الأقليات. بس أنا هنا بدي أوجه كلمة بس إنه إحنا لازم نعرف إيش الأثر تبع إيش التاريخ تبعنا. التاريخ تبعنا بني آدم بدون تاريخه بعدش في عنده ارتباط في أرضه. التوعية الجماعية في التاريخ تبعنا القديم والجديد مهم جدا، مهم جدا، لأنه في حالة فيش توعية أو فيش معرفة لتاريخنا، اذ انت بتكون يعني هيك انت بتكونش عارف انت منين اجيت. احنا ما اجيناش من المريخ، احنا اهالينا اللي كانوا غاد في تل السمك ما تبخروش، هن جزء منا، مني ومنك، من كلنا هنا. نعم، احنا تكملي لشو اهالينا عملت. صحيح. عشان هيك لازم احنا نعرف التاريخ تبعنا وندرسه منيح ونحافظ عليه اكيد بكل الوسائل الموجودة. المحامي توما هلون شكرا لحضورك معنا وأهمية الحفاظ على تل السمك وكل المحميات الطبيعية وغير المحميات الطبيعية. هذا إرث، هذا تراث، هذا تاريخ، هذا منفتخر فيه اللي بيحملنا المستقبل طبعا. نعم. واللي ما إله ماضي ما إله حاضر ومستقبل أكيد. من هذا الموضوع ننتقل إلى فقرة رياضة مسجلة، وما بعد فقرة الرياضة أوزان الحقائب المدرسية، خليكم معنا. هذا التمرين احنا بنقدر نسويه 3 مرات، كل مره تكون قدام ننزل نعمل مره يمين ايد شمال ايد يمين نرجع. معكم المدرب جوانا من معهد سبارتا، رح نعمل اليوم تمرين مع بعض، بتأمل تقوموا وتشاركونا مع بعض. نبلش هنا معاي رنا، رح نسوي التمرين أنا وياها، نركض شوي محلنا، منعلي النبض، مهم دايما نعمل التمرين وإحنا نعمل تحمية عشان إنه ما يصير في عنا أوجاع بالمفاصل. فمنكمل، علي الكعب شوي رنا، يوفي، حركي إيدين كمان، 10 9 8 7 6 نفس، تنفس بطريقة مظبوطة، 5 4 المدة لازم تكون بال5 دقائق ل10 دقائق، أو بنقدر ننط حبلة أو بنقدر ننط جامبينج جاك كمان أو بهاي الطريقة، 4 3 2 1 كملي مشي محلنا. شوي تعلي الركبة، رحنا نعمل مشي وحركي إيدين كامل. بهاي الطريقة بنقدر نعمل تحمية للجسم ونبلش تمرين اليوم. تمرين اليوم رح يشتغل على عضلة الإيدين وعلى عضلة الإجرين، طريقة كتير مميزة وحلوة ولذيذة، اللي هي جاي من عالم فنون قتالية.
فإحنا منبلش ترفع إجر اليمين ركبة مننزل شمال كملي مرة يمين مرة شمال مرة يمين مرة شمال. مهم جدا ناخذ إيدين على الجنب بهاي الطريقة نفوت بطننا لجوا ومنكمل بهاي الطريقة مثل ما رنا عم بتساوي. كمان 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 خمسة سبعة. مهم جدا الركبة تكون دغرية ما تفوت لجوا نعين دغرية. كمان ثلاثة نفس كمان تنتين كمان واحدة ممتاز. بكمل محلنا ماشي ارتاحي شوي غلبناك اليوم رنا تعبتي. كمل 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 ماشي ممتاز. من هون رح أزيد كمان تمرين اللي إسا كمان شوي منخليه يكونوا التمرينين مع بعض بطريقة كثير أكشن. من هون منمد إجرنا اليمين نرفع إجرنا اليمين منمد إجرنا ظهري مننزل بهاي الطريقة. كمان مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعملها بأسرع شوي. واحد كمان بس إجر اليمين يمين كمان يمين. مش شرط نعلي إجرنا كتير لفوق الإشي خاصه بالليونة. كل ما الإجر أعلى كل ما نسبة الليونة بالجسم بتكون أعلى. فبنفع نعمل على الواطي بنفع نعمل على العالي كل واحد طبعا حسب قدرته. بنكمل بإجر الشمال نفس الطريقة. يوفي كامل ارفع لفوق عيني على إجري على إيدي. كمان نفس كمان تنتين كمان واحدة بس. كمل مشي محلنا ناخذ نفس ناخذ نفس كمان 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 كمان. طيب إسا بنقدر نزيد التمرينين مع بعض نعملهن مرة ركبة بهاي الطريقة. تمام جاهزة نعملهن أربع مرات. يلا نبلش يمين واحد اثنين ثلاثة يلا واحد نفس نكمل محلنا واحد اثنين ثلاثة كو واحد محلنا نفس واحد اثنين ثلاثة كو واحد ش. ش. نفس مرة واحد اثنين ثلاثة كو كمان واحدة اثنين ثلاثة جو. آخر مرة واحد اثنين ثلاثة جو. آخر مرة خلص آخر مرة والله جو. بس نرخي شوي إيدين أجرين. هاي الحركات جاي من فنون قتالية. النبض لحاله بتحسوه عم بعلى وعم نعرق نبلش نعرق. مهم جدا انه نساوي لما نساوي يمين نفس الشيء نساوي شمال. الاعداد يعني تكون نفس الشيء على الاجرتين. طيب هسه نكمل التمرين بس نعلي نزيد السرعه ونعلي النبض اكثر لحتى نعرق ونحرق اكثر. جاهزه ناخذ نفس نعمل 10 و10 واحد اثنين ثلاثة جو واحد اثنين ثلاثة أربعة جو. واحد اثنين ثلاثة جو. واحد اثنين ثلاثة أربعة جو. واحد اثنين ثلاثة أربعة جو. واحد اثنين ثلاثة أربعة هوب هوب هوب. آخر مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة هب هب با با. نزيد السرعة شوي رنا جاهزة جو هب هب تا تا با 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 جو. ش ش ش ش واحد اثنين ثلاثة أربعة هب هب ش ش. آخر مرة هوب
بنخل نفس ماشي محلنا. مهم دائما بعد ما نعلن النبض نعمل تهدئه وشوي شوي عم نحس نلهث فنخل نفس مزبوط. واحنا النبض عالي هذا الشيء مهم كثير. فنخل نفس كمان مره، آخر مرة. ممتاز. هيك احنا اليوم اشتغلنا على عضلة الإجرين وعلينا النبض شوي شوي ولا كثير؟ شهستي كثير. هيك احنا بننهي حلقتنا لليوم. نتأمل تكونوا اشتركتوا معنا وانبسطتوا معنا بالحلقة. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية. كل مرة تكون قدام ننزل نعمل مرة يمين إيد شمال إيد يمين نرجع شكرا للصبايا في الفقرة الرياضية هاي. وأما الآن موضوع شوي صغير متعلق يعني شو حرام الأولاد الصغار يعملوا حملي أثقال يحملوا أوزان ثقيلة من الصف الأول والثاني وعبء عبء هذا. أنا انصدمت بالمعلومات بنشط بس ثقيل ثقيل كثير بالذات إنه عن جد في مسافة اللي بيمشوها وبغض النظر عن المسافة تحمل على ظهرك هذا الوزن. إحنا كبالغين كمان مستصعب. وأنا الموضوع بلش صدفي تماما لما سمعت 8 و9 كيلو حقيبة المدرسة. وعم نحكي على أطفال صف ثالث رابع خامس حتى إذا أكثر ما بعتقد أنه في مبرر. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع. كيف ما حكينا بالبداية في بداية النهار أنه عفاف أطلقت هاي الحملة وهاي العملة هاي الحملة وإحنا تبنيناها طبعا بكل تأكيد عفاف أنا وجميع طاقم صباحنا غير ومساواة. وعن جد أنه المفروض نبلش نأخذها بمحمل الجدية هذه المسألة. الحقائب المدرسية هي ثقل على أوزان وعلى ظهر أبنائنا وبناتنا. وكيف ما حكيت من شوية صغيرة أنه في يعني أشخاص يمكن ما عندهم سيارات يمكن حتى لو بنزلوا في التنقل في من الباص من المحطة للبيت أنه هناك مسافة صحيح. في يمكن 50 يمكن في 100 متر يمكن 200 متر يمكن نص كيلو ما بعرف صحيح. وكل هذا بصير أعباء أكثر وأكثر في المستقبل وأكيد في تأثير سلبي على صحتنا. عن هذا الموضوع رح يكونوا معنا ضيوفنا في الاستوديو. نصبح بالخير على دكتور ياسر خطيب. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا دكتور ياسر أخصائي جراحة العظام وجراحة عظام الأطفال ومعنا المعالج الطبيعي أديب أشقري. سعد صباحك. طيب إحنا يعني أطلقنا هذا الموضوع عبر الشبكة ومجددا نشكر كل المشاهدين اللي شاركونا بالتفاصيل وصوروا لنا الأوزان وبعد شوي رح نشوفها. بس ميديا طبعاً. أديب نبلش مع حضرتك وننتقل بعد هيك لدكتور ياسر. بنحكي على أوزان ثقيلة، في استياء من الأهل، في استياء من الطلاب. شو التوصيات بتقول؟ قديش المفروض يكون وزن الحقيبة؟ حسب التوصيات العامة إذا بنحكي في البلاد هون وخارج البلاد بشكل عام التوصيات هي لحد 10 ماكسيموم 15% من وزن الطفل. فحسب وزارة الصحة الإسرائيلية بال 2011 هذا آخر توصية كانت لحد 15% من وزن جسم الطفل أو جسم المراهق عمليا كمان لازم يكون المفروض يكون بالحقيبة المدرسية يعني هذا الماكسيموم الحد الأعلى. هذا الماكسيموم قديم. إسا أنا استقيت أكتر لأنه يعني المعطيات اللي وصلتنا إيش إيش أضعف. إيش في عنا لحديت اليوم؟ إيش بعض المعطيات؟ يعني بعض المعطيات دكتور وهيك. هيك عنا مثلا على سبيل المثال مشاهدي من عكا عندها طفلي بتوقع بصف أول إذا مش غلطاني وزنها 24 كيلو وزن حقيبتها 7.5 عم نحكي عن نسبة 31% ثلاث أضعاف. طفلي وزنها 19 كيلو وزن حقيبتها 5.3 عم نحكي عن نسبة 26%. 34 كيلو وزن الحقيبة 6 كيلو 17% نسبة. وفي 41 كيلو وزن الحقيبة 8 كيلو لا أحكيهن بجد 18% نسبة. يعني وأنا عم بحكي أخذت عينة وبعد شوي رح نشوف فيديوهات. ليش مش عم يمشي حسب التوصيات ومين المسؤول عنه؟ شو التأثير؟ ما بروحوا بيخترعوا لك إيش تبعت العجال هاي حقيبة العجال وإحنا حليناها. بس مش الكل يا جماعة معاه إنه يشتري حقيبة العجال يعني أصلا يعني إنه الوضع هيك في هيك أوضاع في هيك بيوت وفي ناس عن جد معهاش تشتري هاي الحقيبة. والأكثر من هيك التأثير على الصحة والنمو والعظام دكتور. هون نسمع طبعًا من حضرتك المداخلة. تفضل دكتور. في البداية
راح اتطرق لجملتين على نمو الجهاز الحركي او الجهاز العظامي عند الاطفال اساس نقدر نشوف الصوره كاملا ونفهم كيف الوزن الثقيل المتزايد عن الحد ممكن ياثر على نمو الطفل او الجهاز الحركي اللي له او على اجهزه ثانيه صحيه في الجسم. فلازم نعرف انه جسم الطفل هو جسم الهيكل العظمي مركب من عظام من فقرات العمود الفقري من فقرات ومن طبقات غضروف ومن طبقات اللي منها العظم بنمو ومن طبقات غضروف اللي هي مغطيه للعظام. هاي الطبقات وهي الاقسام تتحمل اثقال مختلفه من ناحيه الكثافه اللي لها. هذا بقول انه لا بنقدرش مش كل قسم بيقدر يتحمل نفس العبء وكل وزن زايد عن هاي الإمكانية التحمل هو ممكن يأثر سلبيا على نمو الغضروف على نمو العظم عند الطفل وممكن يؤدد له تشوهات او اختلاف في المبنى السليم. لما بتتحدث عن تشوه دكتور بمعنى ايش بالضبط؟ وهل هو التشوه ممكن يصير بين سنة وسنتين ولا احنا بنتحدث على مستقبل ابعد من هيك؟ انا بحكي على التشوهات اللي ممكن تكون خاصة في العمود الفقري من ناحية التواء، من ناحية تحدب، من ناحية التواء، اللي هذا ممكن يكون على مسار فترة طويلة طبعا، هذا ما بيصير من يوم وليلة او خلال فترة قصيرة، لكن ال 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 الوضعية مستمرة يوميا عند الولد عند الطالب عند التلميذ اللي مع ضعجان الظهر انحناء الظهر وكتف اقل من كتف لانه في العادي من زمان موجوده اللي ما يحطوا كتافتين لكن شريط واحد او كتب على كتف واحد فبصير عمليه عدم التوازن بين الاكتاف. هذا ممكن يؤدي لعدم توازن في جهاز العضلات في جهاز العظمي في العمود الفقري وهذا ممكن يؤدي طبعا لاوجاع مستمره في عده مناطق في الجسم ومنها ممكن كمان يؤدي الى التواء في العمود الفقري اللي هو التواء بوسترا احنا نسميه اللي هو وضعي وليس مبني. اللي ممكن علاجه طبعا طرق اخرى لكن اهم شيء انه نصلش لهي المرحله يا ريت وعدم نوصلش وبعد هيك نخمد الحرائق زي ما بقولوا. اديب كمان مع حضرتك بدنا نحكي على التاثير على الاصعده المختلفه على المدى القصير والبعيد، بس قبل بما انه ذكرنا هاي النسب اللي هي ثلاث اضعاف من زي ما حكينا التوصيه العالميه وفي البلاد، من اطلاعك ومن شغلك اليومي شو بيصير على أرض الواقع؟ يعني هل في كمان أبحاث تطرقت لهذا الموضوع؟ هل في سلط الضوء عليه بشي مرحلة في الآونة الأخيرة؟ حسب رأيي الضوء ما سلط بدرجة كافية لحد اليوم، بس حسب آخر بحث عمل بالبلاد هو فحص ميداني أخذوا في مصدرين، مصدر بقول مئات الأطفال، مصدر بقول آلاف الأطفال فحصوهن كل طالب قديش وزنه وقديش وزن الشنطة اللي حاملها. المعطيات كانت مقلقة حسب رأيي. فحصوا أطفال من صف أول لصف سادس. بصف خامس سادس كانت الأطفال تحمل لحد 28 أو معدل 28% من وزنها. يا الله. وبصف رابع 60% وبصف ثالث وثاني على 64%. بصف اول كل ما ننزل بالوزن عم بتزيد النسبه وهذا مقلق جدا 72%. وحكوا عن حادثه اللي تسجلت بهذا الفحص على ولد اللي وزنه 28 كيلو كان حامل شنطه بوزن 11 كيلو. واو احنا انا الماكسيموم اللي وصلته يعني زي ما عم نشوف بالفيديو 8.1 وانا جدا استائت لانه الطفل كمان مبنى جسمه ضعيف. وقديش الاشي عن جد أديب مقلق يعني وبالذات انه احنا دوريد الاهل عم بحسوا ما باليد حيله. طب هاي الكتب اللي ابني لازم يحملها هاي الاوزان شو اعمل يعني عم نشوف تقريبا اغلب الاوزان 8 وزن الطفل 35 كيلو على حقيبي 8 كيلو. هذا اشي كيف ممكن أديب من وجهه نظرك ياثر بالمستقبل ومن الابحاث اللي انت ذكرتها؟ الابحاث الحاليه في الطب الحديث تبعنا ما بتثبت انه في علاقة مباشرة بين وزن حقائب اللي عم نحكي عنه لأوجاع ظهر وأوجاع في العمود الفقري. بس الإشي الأكيد انه حسب تسلسل الأحداث او حسب تسلسل النتائج فهذا الحملان للمدى البعيد
اللي هو بشكل متكرر يوميا لمده طويله ممكن هذا كله له حقه، موجود بعلاقه طرديه مع المعاناه بالمستقبل او الاضرار المستقبليه لما طفل الجسم بنمو تحت تاثير ضغط زائد بشكل دائم. عم نحكي على الاقل 5 أيام بالاسبوع، مرتين بالنهار، ممكن يوصل وضع الطالب يحمل الشنطه لحد 20 او 25 دقيقه بوضعيات مختلفه، فهذا اكيد بأثر المستقبل على بنيه العمود الفقري، على بنيه العضلات، على عدم التوازن بالعضلات. التاثير هو حسب رايي للمدى البعيد اكيد. للمدى القصير احنا بالميدان بنشوف انه في تاثير، بس ما في ابحاث اللي بتاكد لحد اليوم او مجمل الابحاث الموجوده ما بيثبت لنا على الاكيد انه في علاقه مباشره. نعم. الجسم مهدد على مستوى انزلاق غضروفي مستقبلا من الحقائب ولا لا؟ سؤال حلو كثير، سؤال جدا مهم. الانزلاق الغضروفي طبعا ظاهر احنا بنشوفه اكثر عند البالغين، صحيح، بنسبه قليله جدا عند الاطفال او فترات النمو، لكن هي مش معدومه، هي مش صفر. الانزلاق الغضروفي لم يثبت علميا انه بتاثر من الحمل الثقيل خلال فترة النمو أو خلال فترة الطفولة، لكن ممكن يكون كعامل مشجع في لمدى أبعد أنه يكون في انزلاق الغضروف، لأنه انزلاق الغضروف له مكوناته من ناحية الباثولوجيا، من ناحية كيف بيصير، وهذا مش موجود عند الأطفال بكون مبنى الغضروف يختلف كليا. نعم. عن المبنى الموجود عند الإنسان البالغ. النسب الأهالي اللي بتوجهوا لك مع أطفالهم دكتور، تحكي لنا شوية إحصائيات، نسب الأعمار، نسب كمية الأشخاص اللي بتوجهوا لعندكم. إذا بدنا نركز في موضوع مشاكل الظهر خاصة اللي بتتكون من الحمل الثقيل عند الأطفال بسبب الحقيبة، هي نسبة الحمد لله هي مش نسبة مش عالية، لأنه إجمالا مشاكل الظهر، مشاكل أوجاع الظهر عند الأطفال هي أقل طبعا بالنسبة من عند الكبار، لكن في هذا الإطار يشمل كثير أسباب وعوامل ثانية اللي مشاكل الظهر بشكل عام، وهذا موضوع آخر. تتكون 10-15% إحصائيا حسب أنا أشوف في العيادات اللي بشغلي اليومي، اللي بيكون المشكلة هي أكثر من العبء والحمل الثقيل تاع الأطفال، والأهل بيجوا بتوجهوا إنه هاي الشنطة ثقيلة وإيش بدنا نساوي، وإذا هو هذا السبب طبعاً إحنا وظيفتنا نفحص كل الأمور من كل الجوانب ونفحص واحدة من الأسباب طبعاً إذا بتكون الحمل الثقيل هو السبب. بس طبعا هي مش هي اللي احنا السبب الاول اللي بنحطه في قائمه الاسباب المؤدية لاوجاع الظهر او اوجاع الاكتاف او اوجاع الهيكل العظمي عند الطفل. نعم. طب اديب، يعني هيك عملنا ايضا زي ما بقولوا جرد عام للقضيه، تعال نسمع اليوم منك كمعالج توصياتك. وانا من الرسائل الكثيرة اللي وصلتنا، يعني واحده من الامهات لانه عن جد شعرت انه ما باليد حيلي، صارت دوريت تاخذ كتب ابنها، تروح على مكتبه تقسمهن لاربع اقسام وتعطيه جزء من القسم لحتى تخفف. يعني مش هي الطريقه، احنا ما بدنا حلول فرديه. رائع وخطه حلوه، رائع الحل جداً. فردي. وكمان مره بنرجع بنحكي انه على قضيه انه شنطه العجلات مش كل الناس بتقدر تروح طبعاً تطبع وتستعمل هذا التقسيم، مرتبط بالجانب المادي 100%. انا مجبور انوه لشغله بالنسبه لشنطه العجلات. شنطة العجلات هي حل منيح وحل مش منيح، لكن هي حل منيح لما عم نحكي على مسافة قصيرة، هي حل منيح لما عم نحكي على أرض سهلة بدون نتوءات، بدون طلعات حادة أو نزلات حادة. ولازم ناخد بعين الاعتبار أنه الولد ممكن يوصل على المدرسة وصفه موجود بالطابق الثالث وما في مصعد، تحكي صح، فهو مجبور يحمل شنطة العجلات، وهون زيد عليها وزن العجلات إذا كان حديد ولا بلاستيك طبعاً. كمان هذا وزن، وعادة أنت بتركن لما في على عجلات تزيد الوزن أكثر وبتهتمش. حلو الحكي. وما ننسى أنه كمان الجر لمسافة طويلة كمان له تأثيره على الجسم، من ناحية عدم توازن، من ناحية الوضعية تبعت الجر اللي فيها الجسم ملتف كل الوقت، صح، وعادة الأولاد بتجر بإيد واحدة، الإيد القوية تبعتين، صحيح، فهذا له مساوئ كمان. واللي حكيته عفاف مش كل الناس معها،
مزبوط. ما بعرف بالأسعار إذا هي أغلى من هاي ولا هي أغلى من هاي، بس هو حل، بس حل بشروط معينة. طب شو بنقدر نقدم توصيات؟ يعني كمان إنه جزء من الأمهات أو الأباء يروحوا ويقسموا كتب أبناء لمجلدات صغيرة، يعني مش الحلول مش لازم تكون فردية. تعال نسمع منك كمعالج شو ممكن تقترح أديب. الحلول هو أول إشي الوقاية. الوقاية المعروف فيه إنه ما نوصلش لهيك أوزان. هاي الحالة مش موجودة على أرض الواقع، بس اللي بنقدر نعمله إنه نهتم إنه شنطة تكون الحقيبة تكون ملائمة للولد من ناحية المبنى تبعها، يكون ظهرها ملتصق قديش ممكن بظهر الولد عن طريق شد الأربطة بطريقة مزبوطة ومش أكثر من اللازم. طبعا الحمل على الكتفين أحسن من كتف واحد، ومهم يكون ظهر الشنطة عمليا مالس، ما يكونش حاطين فيه غرض اللي هو بارز اللي يضغط على الظهر. ممكن تكون مفضل تكون مقسمة لخلايا اللي نقدر نوزع فيها الوزن بشكل مناسب، وطبعا بالنسبة للشنطة ايش عندك كمان شغلات؟ في مبنى الشنطة مفضل تكون خفيفة قديش ممكن تكون من قماش، تكون عازلة للمواصفات للشنطة المثالية، مواصفات عازلة للمي مثلا ايام الشتاء طبعا، وتكون حجمها هي بحجم ظهر الولد، يعني أوكي. مش اكبر مش اعلى مش اصغر من اللازم، وتكون مثل ما تفضل الاخاديب مع اربطه على الكتاف. اذا بدها تكون الشنطه محموله على كتف واحد فمفضل تكون في عرضيه نعم. اساس التوازن يتقسم على القسمين تاع الجسم. واذا بدها تكون في الايد شنطه الايد اليوم احنا ما بنشوفها، تكون مع الشاطئ اللي لها ما يكون طويل ما يكون قصير اكثر من اللازم، تكون تصل لخصر الولد ما ماكسيموم تصل للفخذ، مش اوطى مش اعلى بكثير. اساس المشي يكون متوازن والاتزان في الكتاف يكون متوازن والعمود الفقري متوازن، مش مشدود على الظهر اكثر من اللازم، يكون مشدود مش اكثر من اللازم مش لكن مش مرخي. اساس تكون ملتصقه مثل ما حكينا قبل، ملتصقه في ظهر الطالب الولد، لازم يكون كلها وحده واحده بتتحرك وحده واحده وما يتقل يتغير ويتوازن. هل من تمارين رياضيه فيزيولوجيه ممكن الاهل يساعدوا اطفالهم اللي يتخطوا اوجاع معينه من بسبب ثقل الشنطات؟ تمارين رياضيه مجمل الرياضه للاطفال هو منيح، حتى حملان الاوزان اللي لحد 10% حسب رايي هو محبذ، هو جزء من الرياضه ممكن يعملها الطالب وهو رايح على المدرسه، بس عم نحكي على الاوزان عن جد لحد 10% اللي ما بتسيء او بتضر الجسم. بالنسبه للتمارين الرياضيه في تمارين مختلفه بانواع مختلفه، بس ممكن على مستوى كلامي نعطي بعض النصائح بهذا. بالنسبه للتمارين الرياضيه طبعا عم بحكي على كل التمارين الرياضيه اللي بتعكس الضرر اللي ممكن يعمل الوزن الزائد. عمليا الوزن الزائد اليوم بأخذ جسمنا لوضعية انحناء للأمام. فانحناء للأمام اللي هو مع بسموه forward head posture، عمليا الرقبة بتروح لقدام، وعشان نتعامل مع البيئة حوالينا احنا مزود نرفع راسنا، فبدي شوي ازود بالوصف بس بصفي جسمنا بشكل عام بهاي الوضعية بهاي الطريقة تمام. فكل التمارين اللي بتأدي لاستقامة العمود الفقري والكتفين والرقبة بشكل عام هي تمارين ينصح بها. زي اللي شو بسموها هاي الطابة المنفوخة اللي بناموا عليها على الظهر، ممكن جدا طابة البلاتس أو الفيتبول بسموها ممكن تساعد. ملان تمارين اللي تأدي لهاي النتائج للنتائج المرغوب فيها. بشكل عام العنوان هو تمارين الاستقامة اللي بترجعنا للوضعية الصحية تبعتنا. صحيح. هاي التمارين ننصح فيها. في نصائح للأهل بحب أوجهها بشكل عام. واحدة من النصائح اللي كتير عجبتني اللي أخذتها من مصادر عدة هي اشتراك كل طالبين على كتاب واحد. إذا الإشي ممكن نعمله كتير بيساعد طلابنا. هاي للمدارس لتتوجه للأهل وللمدارس، الأهل اللي هن تأثير على المدارس طبعا. بس تقنيا مش رح يتم بفكر يعني كل واحد يعني لازم يكون اثنين بعدين بقعدوا على بنكين كل طلبين بنك كل طلبين بنك. على بنك كنا نسميه أكرم
بما انه اولادك بالمدرسه مخرجنا. طب معناته شو المشكله اللي قاعدين يا عمي؟ مش في ست حصص، مش ست حصص بالمينيموم اللي قاعدين من شئت اليمين يجيبوا العربي والعبراني والانجليزي، واللي من شئت شمال العلوم وجغرافيا مش عارف شو تعلموا بعد. يعني سهله هاي للمؤسسات التربويه، مش صعبه. شو مشكله الاستاذ؟ او انه الكتاب نفسه مسؤولية المدرسة يقسم لأجزاء ويساوي اللي كانت الصبي له. أكثر من هيك دورت لوكر، وين المشكلة؟ لوكر يعني الأهل يشتركوا. لا سهل بده ياخذها على البيت. صحيح حسب رأيي. طلع بس احنا بالعالم المحوسب اليوم مضبوط. ممكن يعني ممكن المعلم يبعث الوظيفة إذا بحاجة لجزء من الكتاب أو لكم صفحة، قديش بده يكونوا كم صفحة من الكتاب؟ فليش ما نستعملش الإيميل نبعثين للطلاب؟ ما اليوم كل طالب بتعامل بإيميل، هذا اليوم جزء من حياتنا اليوم. مضبوط مضبوط. فممكن يكون جدا وضع صحي. كمان نصيحة بحب أوجهها للأهل، طبعا بدون دراما وبدون هستيريا، هاي أهم شيء للتعامل مع الطلاب. بس هي شغلة اللي صارت معي بشكل خاص، وهي اللي خلتني أعلق على الفيديو اللي أنت حطيتيه. أوكي. القصة هيك، إجا عندي طالب عمر 9 سنين مع أوجاع، هو إجا مع مشاكل بالكتابة، عم بيعاني من مشاكل بالكتابة، ما بيقدر يكتب كتير. بعد عدة فحوصات عملها طلع كل شيء مزبوط عنده، ما في مشاكل بحمل القلم. المجابه طلع عندي، لاحظت انه عنده تشنج بالكتاف، كتف اعلى من كتف. كثير الاشي وجهني لحمل زائد. فانا بسال الطفل بجنن، بساله يعني انت بتحملي الشنطه على الكتفين؟ بقول لي اه. حاولت افحص اذا بيروح بيعمل مثلا كره قدم بيحمل شنطه ثقيله على كتف واحد. أوكي. لا. اله موسيقي شيء؟ لا. الاشي ما ركبش على مخي. طلبت من امه تجيبه لعندي ثاني يوم بعد المدرسه وتحمله الشنطه بحجه انه احنا بدنا نتمرن على الكتابه. وانا وقفت بريت المبنى اراقبه، فهو نزل من السياره حامل الشنطه على كتف واحد. لحقته جيت لعنده حكيت معه شوي، بقول له طب اسا فرجيني كيف بتحمل الشنطه على الكتفين. طلع فيه بنظره غريبه، نزل الشنطه عن كتفه اليمين حملها بالشمال، بقول لي لما بتعب بحمل على الكتف الثاني. اللي بدي اوصله للاهالي انه لازم احنا نجرب نحس مع اطفالنا شو بيحكوا، مش نراقبهم، مش بس نسمع منهم، لانه طريقه تواصلهم وتعبيرهم عن الشغلات بتختلف. هي كانت غلطه انه ما سالته الكتفين مع بعض، ما سالته يعني كيف بحمل الكتفين مع بعض بالضبط، ومنه تعلمت كثير يعني كيف اتعامل مع الاطفال لقدام. فمهم لما الطفل بتوجه لنا بشكوى معينه هو ما بيعرف يعبر بطريقه تعبيرنا، طرق التعبير تبع البالغين تختلف. فمهم نراقب ونلحق الموضوع ونشوف. طبعا كمان مره بدون دراما، بس اذا في مشكله لازم نهتم فيها فنهتم فيها. مش كل شكوى هي لازم ناخذها بجديه اكثر من لازم، بس كمان ما نهمل الشكاوي اللي ممكن توجهنا. بالضبط. التشخيص هو حل ممتاز عشان نعرف هل فعلا في مشكله بدها عنايه، بدها وقايه، بدها حل ولا لا. برايي لازم تقسم من المدارس الكتب لكراريس، ويكون في حبيت الفكره. طبعا كراريس ودفاتر محل الكلاسيريم اذا امكن. الدفاتر وزنها اخف كمان، فهذا ممكن يخفف عبء عن الطالب اللي حامل الشنطه. صحيح. لوكرز كمان، وايش كمان لازم يكون قانون بالمدرسه انه ممنوع تحمل على كتف الواحد، لانه هذا الكول والكتفين هذا شوي صغير غير مضبوط. واذا لازم نحمل على كتف واحد مفضل يكون في تناوب على الكتفين، يعني هذا الحل الوسط. اذا الطالب مصر يحمل على كتف واحد مفضل ينقل بين الكتفين كل الوقت. عشان نوزع الأثقال والوزن بكل تأكيد. دكتور نسمع منك كمان نصائحك وكلمة أخيرة. حبيت أذكر أنه أي نعم هنا دور الأهل مهم جدا، لأنه إحنا ما بنقدر نبني كله على معرفة واستيعاب الطفل في هاي المرحلة. يفحصوا الشنطات قبل بيوم الولد، يرفعوهن، شوفوا إذا هذا الوزن مقبول ولا مش مقبول، وإمكانية تخفيف أو نقيم من الكتب من الثقيلة. طبعا ننساش الزواد الزائدة، ننساش أنان المي الزائدة، جدا مهم أنه يكون مراقبة ثابتة ومستمرة يوميا للأوزان الشنطات للولد قبل ما يتسهل على مدرسته. دكتور ياسر نشكرك جزيل الشكر، والمعالج أديب شكرا لجزيل الشكر لك. يعطيكم ألف عافية.
شكرا. ورح نوزع عليكم كراريس بس تطلع مع علامات. احنا ناخذ مع علامات. في علامات الموضوع 10 على 10 بهاي الفقره. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. نورتونا واعطيتونا هيك توصيات ايضا للاهالي وللمؤسسات التربويه. زعلوا منا بس انا بيهمنيش. لا انا بده يهمني. بتعرف ليش دوريد؟ لان احنا بننكرش افضالنا وجزء لا افضالهم على راسنا وهذا رائع كثير. بس والقيم اللي زرعتوها فينا وتدريسكم لنا. بس تعالوا تكاتفوا معنا انه نحاول نشرعن او نسن هيك قوانين حتى لو انه كان مقابل وزارات معينه او ساعدونا نساعدكم. بالضبط. وعلى فكره بدي بس انوه شيء سريعا عذرا منك يا اكرم. يعني هذا البوست فتح دوريد كثير قضايا اللي شاركوني فيها الاهل. وصلتني بديش ابالغ هقول مئات خليها عشرات الانبوكسات. في كتير أمور عم بتصير عن جد خطري على مستقبل وصحة أطفالنا. طبعاً. أرجوكوا راعوا فيهن رب العالمين. صح. وإحنا بدنا نساعدكم ونعطيكم أفكار. وهي طلعنا خلقنا كم من فكرة من هاي الفقرة. بكل تأكيد شكرا لهذا المقترح الكبير الأكثر من مهم. ورح يستمر. كملوا ابعتوا لنا وظلكوا فوتوا على مساواة شانل القسم الثاني من صباحنا غير بعد هذا الفاصل. يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى شوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه. او لقينا روحنا على بحر الشوق نزلنا نشرب ودبنا فيه. ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة. ليلة 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 ليلة. يعطيك العافية ما شاء الله عليك. هذا الصباح رنا عوض. هلا هلا رنا كيفك؟ يسعد صباحكم. ما شاء الله عليك على الصوت. تسلم. وعلى الصبح انا هيك بحب اسمع على الصبح. وانا كمان جد رواق. من وين هذا كله بلش؟ الاشي يعني كانوا من انا صغير يعني بس جديد صرت اصور واحط. تقدر تقول على صغيري يعني ايش صغيري؟ يعني 5 سنوات ولا 10 سنين ولا كيف؟ 6 7 هيك. بهيك. والبيت بيسمع طرب؟ امي بتغني خالات يعني ليش زي وراثة اكثر. ها من جهه الام. ايوه. جهه الاب زعلانين منك هاي اللحظه. انت عارفه هن بيسمعوا. هن بيسمعوا. الاب اللي بيسمع في اللي بيعمل في اللي بيستقبل. هذا كثير منيح روعه. رن نسمع يعني هيك الميول الفنيه بلشت بجيل 6 سنين. طب مين اللي اكتشف الصوت الحلو؟ مين اللي كان داعم كمان على كل هيك هاي المراحل؟ تقدر تقول ايش بالمدرسه في حصه الموسيقى انه كنت كثير يعني اغني وحتى الاستاذ كان كثير انه داعم. وكمان بالبيت يعني هيك لما نقعد لمي وعيله وكنا كلياتنا نغني. كانت اول مره لما غنيتي مقابل العيله كان في جرأة طبيعيه ولا كان في شويه تعرق وتنميل وخوف وخفان قلب وهيك شغلات حتى امام العائله كان هذا الاشي يصير الخوف؟ لانه يعني بالاول هيك الواحد بيكون خايف يزبط ما يزبطش او انه بالذات لما كله صوت حلو يعني ف
طب مين اجمل مين اجمل صوت بناتكم يعني؟ امي امك وجه لها تحيه وجه لها تحيه بكل تاكيد. اكيد رنا رح نحكي كمان نعم. عن يمكن هيك اول مره وقفتي على مسرح، اول مره غنيتي صح. قدام جمهور، وحتى ان كان الجمهور هو جمهور عائلي ونسمع لمين بتحبي تسمعي ومين المغني المفضل وقدوتك بالفن، بس بدنا ننتقل لكمان انجاز بكل تاكيد علمي طبعا وفي مجال الهاي تك. تليفون مباشرة إلى ننتقل إلى دبي، سوار الأسعد متفوقة في المجال العلمي. صباح الخير لإلك سوار. سوار صباح الخير. سوار مش عم تسمعنا. دبي مش بعيد يعني، مش شرط إنه يكون فيه. أوكي رح نرجع لك سوار بكل تأكيد. بنرجع لرنا. رنا حكت لك عفاف على أول وقوف كان على خشبة أو منصة المسرح، وينتا كانت؟ أول إشي إنه حفلات تخريج بالمدرسة، وكمان مرتك بعراسنا فكنت أطلع أغني يعني. رنا بتذكري شو أول غناية غنيتيها لما وقفتي على مسرح قدام عيالي قدام جمهور؟ اللي كانت بالعرس زي العسل غنيتها. اللي بالمدرسة أنا صار لازم أودعكم وما إلشي عشان حفلات تخرج. حبكتها يعني. ما شاء الله عليك. طيب اوكي، على بتكتبي اشي منك ولا لا؟ لا بس يعني بالعاده بس اسمع الغنية انه دغري يعني هيك بحاول اغنيها او تحفظيها وبترددها بالضبط، انه بحس الاشي يعني بده شغل بس تزبط معي. رنا واضح من كمان كيف جاوبت دورد انه من جيل 6 سنين بلشت تغني، يعني هي الموهبه هاي اللي من الصغر وبالوراثه زي ما حكينا. بس كثير مرات لما شخص بيكتشف انه عنده صوت جميل يمكن بحب اكثر يتعمق بالموسيقى، بالتالي بيعزف على آلي او بدرس العزف على آلي. صار معك هذا الشيء ولا حاليا بعد؟ إيش عم بتعلم على القانون؟ ما شاء الله. اخترتي آلي وتريه صعبه. صعبه فعلا؟ مش بالضبط صح، بقوله كله عليها صعب، بس انه يعني لما انت تبدا بالإشي وتحب يعني بالضبط يعني كيف بدي اقول لك، هي صح هيك انه قال معقد شوي بتشوف فيها كتير اوتار، بس لما هيك تمارس بشكل خلص تتعود عليها. بدك تحضري لنا اغنية بعد اذنك، لكن دور عفاف تجرب حظها مع دبي بلكي زبط. اوكي يلا. مجددا صباح بالخير على سوار الاسعد. يسعد صباحك يا سوار. يسعد صباحك. كيف زبطت؟ اهلا وسهلا فيك. النساء النساء قلوبا. يسعد صباحك سوار. يعني عم نتحدث انه حضرتك ما شاء الله عندك انجاز في مجال الهاي تك تحديدا. قبل ما نحكي عن تفاصيله نحكي شوي عن البدايه المبكره مع هذا العالم اللي كمان الفكره اليوم السائد انه صعب، وتحديدا صعب للصبايا والنساء. مزبوط، هو ما زال شوي نسبة النساء قليلة فيه جدا. أمر اللي لمسته يعني من خلال التجربة الصغيرة اللي كانت عندي بالمجال. الشيء بلش من جيل صغير لما كان أكثر الاهتمام في عالم الفيزياء وعالم الأبحاث الأكاديمية، ومن هناك شوي شوي اهتمام بيجيب اهتمام، والعلم دائما بحكوا بحور والناس بتتقدم فيه. فمن اهتمام لاهتمام وصلت عالم الهايتك، ولقيت نفسي فيه يعني مثل ما بحكوها، ولقيت انه هذا المجال اللي بدي اكفي فيه والمجال اللي بشوف حالي فيه. فالشي عمليا بلش كنت من صف 9 ادرس في مدرسة اعدادية، واجاني اجا كان في نداء يعني على مسابقة برنامج أكاديمي اسمه برنامج ألفا في جامعة تل أبيب للبحوث الأكاديمية. هناك قدمت طالبي يعني اللي كانت تهوى هاي الأمور، وكان يعني مثل حلم إني أفوت مختبرات وجامعات وهيك. فبعد ما مرقت عدة امتحانات وعدة مقابلات لفحص اللغة الإنجليزية اللغة العبرية ولفحص المعرفة في الفيزياء والبيولوجيا والرياضيات وكل الأمور العلمية، فبعد ما اجتزت هاي الامتحانات والمقابلات بالفعل يعني تواجدت في جامعة تل أبيب دار 2.5 سنين، وأنا أعمل بحثي كان في مجال انترفيرومتري. والحمد لله لما البحث نجح وانتشر كانت عندي مقابلة على التلفزيون مع القناة الثانية على البحث. حقق نجاح كبير للجامعة كاسم ونجاح كبير لإلي كشخص يعني. فمن هناك بلشت الأمور تتقدم، إني تواجدت في مدرسة دولية، ما أخذت منحة لمدرسة دولية عشان أدرس الانترناشنال بكالوريوس دبلومة،
هناك بعد ما انهيت البحث، انهيت الانترناشونال بكالوريوس الامم علامات عاليه جدا، تواجدت كان في مسابقه اونلاين عالميه اللي فزت فيها في برنامج الكمبيوتر ساينس والفيزيكس، وكانت منحت لي منحه يعني على ضوء هذا الامر اني اتواجد في الام اي تي واللي هي الجامعه الاولى في العالم في مجال الهندسه. وتواجدت عملت كورس في جامعه الام اي تي في امريكا في البيسكس اوف الكتريكال انجينيرينج، وهناك يعني حسيت انه يعني هون بتيجي الكومبينيشن تبعت فيزيكس وماثماتكس واللي هي المجالات اللي بحبها، وبتربط مع الالكتريكال انجينيرينج اللي كثير كان شيء انترستينج لإلي. فبعد هذا الكورس والدبلومه والهيك كانت في مسابقه كمان اونلاين على مع شركه تشيك بوينت من اكبر الشركات يعني للسكيورتي في مجال الحمايه الالكترونيه. نعم مضبوط. فعمليا كمان هيك كنت يعني ساعتها متخرجه من الثانويه وقعدت على اللابتوب وبلشت احل التشالنجز اللي كانوا حاطينهم بعد ما شفت عنهم تقرير في التلفزيون انهم تشالنجز كثير صعبين التحديات ومش ممكن حلهم هيك، فروح التحدي عندي شدتني انه بلكي يطلع معي. وبالفعل لما الانسان عن جد بحاول وبيريد بيريد فزبطت، ولما حليت التحديات وهيك تواصلت معي الشركه، وكنت لسه بنت 17 سنه يعني، وعملوا لي كمان تيست وانترفيوز وهيك، وحكوا انه يعني بدنا اياك تكوني جزء من الشركه معنا، واللي هي كانت الفرصه الاكبر والاعلم يعني. وتواجدت اشتغلت معهم لمدة سنة كاملة، وكان سبب توقف الشغل هو بس انه تعليمي يعني اني بدي ابلش دراسة جامعية، واللي هي كانت عبارة عن تجربة رائعة في مجال السكيورتي السايبر والكمبيوتينج سكيورتي وهاي الامور. فهي اللي ما يسأل يعني في مسيرة. عن جد بنفتخر فيك، صبية متألقة لاف العالم ومعنية جدا بهذا النوع من الدراسات، لكن لفت انتباهنا بكل تأكيد تواجدك واهتمامك بوجودك في دبي، شو الهدف منه؟ هلا أنا اتجاهي دائما كان نحو جامعات أمريكية، لأني درست الانترناشنال بكالوريوس الدبلومة، ما عملت النظام التوجيهي الطبيعي المتواجد عندنا في فلسطين كان لأهل الداخل أو لأهل الضفة الغربية. فالانترناشنال بكالوريوس الدبلومة تعد يعني نظام عالي المستوى في هذه الثانوية، فحبيت أني ما أظلم نفسي ومن بعدها أكمل في جامعة في البلاد عندنا. فاتجهت حول الجامعات الأمريكية والنظام الأمريكي لقدرة وقوة الشهادة الأمريكية في المستقبل يعني في الكارير لأي إنسان. الجامعة هي من أحد الجامعات الأمريكية اللي قدمت لها وانقبلت لها وأخذت منهم منحة عالية جدا، ولكن بعد ما إنه عرفت إنه الجامعة لها كامبوس في دبي، اللي شدني لدبي هو انفتاح دبي، تقدم دبي، إنه أغلب شركات الهايتك بما في تشيك بوينت يعني اللي أنا كنت جزء منها متواجدة في دبي، من عالم السايبر كتير مفتوح، عالم الهايتك كتير مفتوح، فكل كل الأجزاء المتجزئة يعني من عالم الهايتك متواجدة في دبي، مع إن في بوزيشنز كتير فارغة متاحة كمان بسبب إنه نعم. يعني نعم. بالضبط، لأنه يعني عند الثقافة عند الشعب لهذا الأمر شوي مش عالي، فكتير متاح للناس اللي بتيجي من برا مع ثقافة الهايتك مع الهاي يمسكوا أماكن منيحة. جذبتني يعني البوزيشنز العالية المتاحة، وإنه بالنهاية جامعة مثل ما بدي، جامعة أمريكية أمريكان ديجري يعني، وبتطلع من نيويورك. فتبعي مع الجامعة إنه سنتين هون في دبي وسنتين في نيويورك، فكتجربة جديدة، تجربة علمية، تجربة اجتماعية، وتجربة مع بتوقع يعني اللي شدني إنه رح تعطي بوش كبير في الكارير تبعي في عالم الهايتك بسبب كل الأماكن اللي
المتاحه والتقدم المتاح هون، لانه كله عم يفتح، كل شركه إلا فرع هون، وكله بده يستقطب الناس اللي عندها القدره في هذا المجال. هو العالم المفروض يكون قطعه واحده بدون اي حدود، ولولا هاي الحرب الاقتصاديه ما كان في حدود اصلا. سوار الاسعد، شكرا لك وكل التوفيق، راح نتبعك ونتبع امورك، وان شاء الله كل النساء هيك يحتذوا بهاي المسيره اللي انت عم بتخوضيها، اللي بفهموا منها انه ما في شي حدود، ودائما الطموح ممكن توصل لسابع سما كيف ما بحكوا. شكرا لك، كنت معنا من دبي باتصال هاتفي. ونرجع للفن رنا، اهلا فيك مجددا. طيب في 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 اعمال خاصه او عروض شخصيه اللي كانت عندك وهالدرجه انت بتفتخري فيها، وايضا مستقبليه وين ممكن نشوفك؟ تقدر تقول انه ما كنتش يعني كتير اطلع على الساحة زي ما بقوله، بس انه عندي صفحة على الانستغرام، عندي متابعين، بغني، ممكن يعني اسا بالوقت الجاي انه اشترك بجوقة. رنا، مين الفنان المفضل بتحبي تسمعي له؟ اللون اللي بتحبي تأديه بتحسي صوتك بتميز فيه؟ هو طبعا الاشي القديم، يعني دايما بنحس الصوت اللي بيكون واضح فيه اكتر، بين فيه اكتر، بس انه كمان مع التجديد من يعني. الفنانين اللي اليوم موجودين على الساحة الفنية اللي بتحبي تسمعي؟ فيش حدا معين، بس مثلا وائل جسار، وائل كفوري. النساء حاسة انك تحبي شيرين. بالضبط، كيف صوتها هيك كله بيقول لي انه تلاقى صوتك جميلة. دانك منيحة يا عفاف. نشكرك معنا، نسمع منك كلمة أخيرة توجيها لمشاهدينك وجمهورك واللي بحبوك واللي إسا عم بتعرفوا عليك من جديد، وبدك تعطينا هيك مقطع من أغنية أنت اخترتيها. إنه شكرا كتير على الدعم، لأنه الواحد بدون جمهور بوصلش. غناي غني إشي لفيروز، مقطع هيك صغير نسمع منك. بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا زهرة تشرين، يا ذهب الغالي، بعدك على بالي يا حلو يا مغرور، يا حبق ومنتور على سطح العالي. يعطيك ألف عافية. الفنانة رنا عوض كمان رح نتابع معك بكل تأكيد، ورح نتابعك. شكرا لك في هذا الصباح. شكرا لك. شكرا. شكرا. يسعد صباحك. ما أجمل الفن يا دريد، والصوت الجميل لما بيكون بذاتك الجزء الثاني من صباحنا، غير قبل الختام. أكيد قبل ما قبل الختام طبعا. أما الآن باقيين بالفن، لكن الفن المصور في الشاشات العملاقة، انطلاق فيلم هواء مقدس، الفيلم الجديد للمخرج الفلسطيني العربي شادي سرور من مدينة الناصرة، كان أول أمس ولاقى حفاوي جدا عالي. منتابع هذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا مجد دانيال. بعد مشاركته في أهم المهرجانات الدولية للسينما ومنافسته على جائزة أفضل فيلم مع 9 أفلام مهمة من العالم، يصل فيلم هواء مقدس لمخرجه شادي سرور إلى مدينة الناصرة ليتم عرضه الافتتاحي بحضور المئات من أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل. We are very excited to see how the people of Nazareth will react, because we're also telling in a way their stories. And Adam and Lamia, the characters, are very strong and very intense characters. And I'm very happy that I played this part, because she is really strong. She's teaching sexual education for women, which is something very strong and something that exists. تدور أحداث الفيلم حول قصة آدم الذي يضطر إلى اختلاق فكرة غريبة بعض الشيء، ألا وهي بيع هواء مقدس للسياح في الناصرة، وذلك بفترة زيارة قداسة البابا للبلاد، ليتمم بذلك صفقة بملايين الدولارات تخرجه من الضائقة المالية. وهذا يأخذه إلى رحلة تخبطات اجتماعية ودينية وسياسية وعائلية ووجودية. فنانين اللي بداه العالمية إذا مش أحسن برضو عن جد. والفيلم هذا بالذات بيحكي على الناصري، على مجتمع الناصري، بيحكي على مشاكل من وجهه بشكل دائم، ما حاول يمكيج الإشي ولا حاول يظهره بشكل تاني سواء سلبي أو إيجابي أكثر، لا
اظهر الشيء بالضبط كيف كان، يعني كيف موجود الشيء، لدرجه اني حسيت انه مش عم بيمثله قدامي، يعني عم بشوف اشياء فعلا بتتطلب تفكير فيها. فكم بالحار اليوم نصل للعالميه مع الافلام مع الممثلين، واسف شديد كثير بدي اقوله العالم العربي اللي عماله برفضنا وبرفض الممثلين تبعونا لانه احنا عايشين هون، فهذا عيب لانه احنا الاصل، احنا اللي عملنا، احنا اللي زرعنا، واحنا اللي ما زلنا صامدين. يثبت هذا الانتاج السينمائي الكبير والذي يرقى الى مستوى عالمي بامتياز مدى الطاقات والمواهب الكامنه لدى مجتمعنا العربي، كما تكمن اهميته ايضا بمعالجته لقضايانا وايصالها للعالم العربي والعالم اجمع، على الرغم من كافة الحواجز والعقبات التي يضعها الاحتلال أمامنا. نعم هواء مقدس، ألف مبروك لجميع الطاقم، لكل طاقم هذا الفيلم أمام الكاميرا وما وراء الكواليس بكل تأكيد. مخرج كاتب ممثل الفيلم الفنان شادي سرور، صباح الخير لك معنا بالاستوديو. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. ألف مبروك. ألف مبروك ويعطيك ألف عافية. الفنان القدير طارق قبطي أبو إياس، صباح الفل لك. صباح النور. صباح الفل لك. ما غلبنا كاش، أنت ساكن هون؟ قريب. صح، كانت هوين كثير عليك صحيح؟ نورتنا، أهلا وسهلا فيك. أوكي شادي، مبروك الفيلم بداية مرة أخرى، ومبارك كل جهودك وطاقتك اللي حطيتوها، وأيضا كيف ما إحنا شفنا وعرفنا أنه اللي اضطريتوا تفتحوا كمان مرة الساعة 10 مساء بعد العرض الأول و توافد الجمهور الغفير إن أردت التعبير على أرض على العرض الأول وبعدين فتحته الثاني، كيف كان لك؟ الصراحة شعور هائل، يعني أنا يعني كان في هيك كم هائل من الجمهور وإحنا انضغطنا. أنا اضطريت أحكي مع ناس أقول لهم يا عمي أنا بمون عليك وضلوا للعشرة اشتنوا، في ناس اللي ما قدرتش روحت ترجع بعروض قادمة. فأنا بدي أستغل الفرصة هاي وأتأسف لهم يعني بشكل شخصي، راح أحكي تليفونات مع أشخاص يعني عازرينك حاطط ليست هيك بدي أحكي مع أشخاص، بس كان كتير رائع يعني. والفيلم دورنا فيه كتير بالعالم، مهرجانات من سيدني لأمريكا لكل محل. وعن جد يعني هاي كانت أول مرة اللي أنا قلبي دق يعني فعلا دائما شو. أنا عارف مرتك زعلت بهاي اللحظة كمان مالك شادي إحنا أصحاب ونفهم مع بعض زعلت مرتي شوي بس هي فاهمة يعني بينها وبين الفن دائما هي يعني الفن ضرتها ايوه هاي الحياه شو بتساوي الفن مشاركها في زي ما بقولوا بس هذه عن جد مختلف هذا هيك عاصفه المشاعر الحلوه وحكيت انه مع هواء مقدس انت دورت حول العالم في كثير دول او اماكن مهمه شو الاختلاف بالمشاعر لما انت هون وسط هاي الجماهير اللي عن جد بتعرفك على الصعيد الشخصي وعم تنتظر يمكن هذا العرض الاول يعني هو الفيلم انا كثير شددت انه ننطلق من الناصري وهذا جمهوره مش انه الفيلم نصراوي، فيلم نصور بالناصري وفيلم بحكي عن قصة من الناصري بس هو عالمي أكثر، هو إنساني. ولكن في شغلات معينة بالفيلم اللي النصراوي أو الأهل العرب الموجودين هنا بحسوها أكثر. صحيح. يعني مثلا مشهد الطوشي أنا حضرته على صفحة الفيلم. هذا مثلا المشهد بشكل عام بكل محل بالعالم ضحكوا، فرنسا ما ضحكوش، بالناصري بالاخر زقفوا. اختلاف الثقافات، فاختلاف الثقافات والتعاطف مع الاشياء. هذا المشهد بالحال، هذا المشهد تحديدا ما كنت مخطط انه احكي معك عليه بهذا النهار قبل ما انتقل لاستاذ طارق. يعني هو فيه نوع من السرياليه بعض الشيء، لانه اوكي مفهوم انه احنا بصير في مشاكل وطوش في مجتمعنا العربي، لكن مسموح احكي ايش صار في المشهد شوي صغير ولا بكشي ولا سبويلر؟ احكي اوكي حطيناه بال تمام. يعني انه يعني تطلع من السياره، تطلع على السياره، اخراج سيف، تحط السيف داخل السياره، واستغلال للموقف، تاخذ الترانزستور او الراديو، واحد سرق هذا الجهاز. يعني ممكن أشخاص تحكي لك إنه هذا مبالغ فيه، فعشان هيك أنا وضعته بقالب ممكن تكون سريالي معين اللي أنت حاول توصل فكرة معينة اللي هي مش طبقا لطبق الأصل موجودة في مجتمعنا العربي بكل طوشي. أول إشي
فكرة السيف ما اجتش هيك من ما كنتش احلم انا وطلع السيف. صحيح. قبل كم من سنة حتى قبل صارت هاي الحادثة مظبوط. صارت وصارت قبل على انتخابات. بس وعلى فكرة لما حاولت امول الفيلم واحد من المنتجين الفرنسيين اللي كان معنا ما صدقش المشهد هذا وصار وصلنا لمرحلة انه يعني انا كنت ممكن اغير المشهد هذا عشان يكون معي كمان منتج اللي هو مش حابب المشهد وعلى رأيه هذا المشهد مش واقعي مش حقيقي ليه بتخلوش ينزل يحكي معه او كذا وبقول له هذا المشهد انا يعني هذا طالع مني ولدرجة انه كان ممكن يعني يجيب زيادة 100,000 يورو انا تنازلت عنه عشان اخلي المشهد شوف لوين يعني. واو انا فاهمه قديش انت متمسك فيه مقوله لها خلفيه طبعا بكل تاكيد بعد اذنك استاذ طارق احنا الاربعه رح نوكل بعد الحلقه نصبح على الشيف بس نقول صباح الخير صباح الخير صباح الشيف اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم تحضيرك لنا ايش يا ابو حنا اليوم اليوم رح اسوي لكم سلطه دجاج مع بيستو اوكي وبروسكيتا على عده انواع اللي هي خبز بيجي عليها شويه تونه رح اسوي لكم خبز مع أبوكادو، خبز مع باذنجان، مع جبنة بيضة وبندورة، يعني فطور هيك لذيذ. بعد ما خلصت فطور غدا بالنسبة لنا دوريد. فطور غدا عشاء أنا عارف. طيب راح نتابعك في الكاميرا بكل تأكيد نتوجه لك بعض الشيء وكمان شوي أستاذ طارق صباح الخير للمرة الثالثة مجدداً صباح الفل لك. 11 سنة يعني كان شادي يحاول يمول هذا الفيلم وكل هاي الصيرورة لأي درجة كنت شريك هذا الشق الأول من السؤال لأي درجة كنت شريك في الصيرورة الأخيرة على الأقل مع شادي أو أنه تم الاختيار زي كل الممثلين أوديشن وما إلى ذلك وأغلب الأدوار اللي قمت فيها حضرتك بدور الأب أكثر من مرة شو المختلف هاي المرة تكون أب لشخصية آدم بالفيلم بعتقد أنه من البداية كنت على اتصال مع شادي بعد ما سوينا فيلم صورناه بالشمال عملت معاه كمان دور قصير مع ناس اسمه نعمان بشارة صورنا فيلم فقال انه في عنده فيلم اللي فيه إلي دور معه يعني من زمان فكل وقت كنا وين انت راح نبدا وين انت كذا دائما كل في عندنا صعوبات في التمويل صعوبات في الانتاج بدنا مصاري يعني المصاري اللي معنا مش راح تكفي فبدنا انتاج وانا بعدني مش قارئ السيناريو مش عارف شو الدور بس العلاقة والاتصالات تقويت بعد ما قريت النص شدك الدور كتير شدني تمهيت كتير مع الشخصية يعني من أول قراءة أولى فتمهيت معها وفكرت فيها كتير وبلشت أمثلها في مخيلتك في مخيلتي أنا ماشي بالشارع قاعد في البيت كذا شخصية لأنها كنت شخصية كتير عميقة كتير ملاني على هاي السيرة قبل ما ننتقل لشادي لغتك بالفيلم محسوس إنه كانت بمستوى مختلف عن باقي الشخصيات يعني فيها عفوا فيها ممكن يكون رومانسية معينة أو شاعرية معينة اللي هاي صوت الحكيم مرات كنا نحس حتى بمشهد لما الآدم شخصية آدم حمل أبوه اللي أنت سويت الدور كنت تعطيه النصايح كنت تعطيه حكم معينة اللغة مش هيك بالضبط إحنا 100% بنحكي بالعامية وبالدارج هل هذا كان مقصود من المخرج حسب رأيك وكيف أنت تفعلت وتعاملت معها الشخصية هون في هذا المشهد في مشهد حلاقة بالمستشفى الشارب هي بتدخل في عمق هذا الإنسان وبتطلع من عنده فلسفته بالحياة يعني في هنا مشهد اللي فيه فلسفة لهذه الشخصية أكثر مما هو كلام عادي كلام كذا يعني لما بقول له
ويحكي معها، فجأة بقول له ليش تجوزت أمك؟ بعدها بقول له ليش بتحب الملوخية؟ طبعا إيه، قبلها بكون قايل له بدي إياك تنجح في الحياة وتكون مبسوط وما تهتم كتير بمستقبلك، برجده. تاني إشي زي اللي كأنه بشت وبعيش في منطقة تانية، في محل تاني اللي بيطلع هاي الكلمات، هو حامله نفس الشيء، بجيب الكلمات اللي فيها الأسئلة هاي الثلاث اللي أنت صعب بتجاوبها، أسئلة ما فيش لها جواب، أسئلة في لها جواب أنت ممكن تخترع جواب، في أسئلة فيش عليها جواب. أوكي. فرح نسأل أكثر يمكن كمان على هاي المشاركة الجميلة، وأنا بدي أقول إنه بالنهاية الأسبوع يعني الشبكة الاجتماعية كانت برعاية هواء مقدس شادي. ما شاء الله. كثير من عن جد ما شاء الله من الرواد، وأكثر كلمة عم بسمعها بقولوا لي أجيتي بقولن لا ما قدرتش أكون لأني كنت برا البلد، الفيلم عظيم. أنا بدي أمشي بداية بموضوع التسمية هواء مقدس، وأساسا فكرة هواء مقدس هي الفكرة يمكن اللي مجريات الفيلم انبنت عليها، خيال بعيد عن نسج الخيال. دخلنا أكثر شادي كمان باختيار التسمية، وقديش متوقع يكون في نقد إيجابي أو كمان يمكن يكون سلبي حول هاي الفكرة هواء مقدس وتسمية الفيلم هواء مقدس؟ مع أنه سحبني معه أستاذ طارق حسيت أنك أنت لا، ورجعني كمان للحظات اللي كنت أمثل أنا معه يعني، مؤثر المشهد، شخصية الأب كمان شخصية مهمة جدا جدا بالفيلم، وأنا لما كتبتها أنا كنت بمحل كمان يعني مش بس نفسي، كمان محل نفسي جماعي، اللي شخصية الأب هي الأب اللي احنا بحاجة له كفلسطينيين، واحنا في عنا حالة ضياع واحنا بحاجة لأب عشان ما نضعش. بس برجع على يعني بقدر أحكي عنها كتير، بس نرجع لسؤالك هواء مقدس. طبعا كان في سيروره لكتابه الفيلم. الفيلم بلش عن اثنين زوج اللي بدهم يهاجروا. اوكي. وكنت طلعت الفكره لما انا مرتي قالت لي انه هي حامل، وانا صرت اعمى عاطف شعري شو حامل، انا مش حاضر انا مش حاضر اكون ابو، شايفين ابو كثير صحيح، كيف بدي اكون ابو انا بهذا المحل اللي انا مش عارف في عندي معاش فيش عندي معاش، مسؤوليه اجيب يعني ولادي على عالم اللي هو ضياع، شو بدي اقول مين انا كيف انا يعني شو. فالفيلم بلش من زوج اللي بده يهاجر، وبشي مرحله بس انا اشكاليه التمويل كانت صعب، كنت انا يعني احاول بدي اسوي الفيلم كوثائقي اصوره انا ومرتي وهي حامل، ما قدرتش اجيب مصاري، الاشي صار يتطور، اجت اول بنت سميناها لمار، كملنا ما فيش مصاري، اجت ثاني بنت، صرت انا ابو وبطل، صرت احس انه انا بعيد عن القصه، فبدي اغير انا بالسيناريو، احط انه لانه انا كثير بالفيلم، فغيرت بالسيناريو وخليت أوكي هذا الأبو لازم يضل مش لازم يهاجر، بس إذا ضل شو بده يساوي؟ بده يخلق، فيش إله غير يبيع هوا. نعم. وهي حالتنا. قديش عميقة الفكرة على فكرة. بالضبط. من هون طلعت، بس إلها كمان أبعاد السياسية والدينية. أكيد. أنا عشان هيك سألتك الانتقاد. الدين خط أحمر، مش إنه الفيلم يعني لا سمح الله شوه من رموز الدين، ولكن فكرة بيع الهواء المقدس وكان في دور لرجال الدين أيضا بالفيلم. أكيد. هنا إحنا موجودين بمحل كتير يعني الانزلاق اللي إحنا عم نروح عليه بآخر فترة، لابد إنه في دور للتعامل مع الدين. وهذا بما انه خط احمر وما حداش حابب او يعني الكل خايف يطب بهذا الموضوع، بس لازم ينحكى عنه. النقد المطروح هو عباره يعني انه في يعني السؤال هو كمان شوي جاوبنا عليه بعد اشوف الشيف وطارق، بس انه هو جلد ذات ولا مراه مجتمع؟ يعني عفاف حكت على الدين، حكت على طرح الجنس والجنس، المخدرات والخاوة والمشاكل وفكر معين، كل هدول ما خوفت انك تطرحهم في هذا الفيلم، لكن من جوانب اخرى. بعد اذنك استاذ طارق وشادي ننتقل للشيف نشوف شو حضرنا بهاي اللحظة.
شيف. مرحبا دوريد، وينك؟ وين صرت؟ انا قسمت الدجاج، حطيته على المقله، حطيت عليه شويه بيست وملح فلفل، قليتهم مع بعض او شويتهم للي بحب يشويهم كمان بنفع. حضرت شويه باذنجان، ملح فلفل، شويه كمون وحامض. قسمت لك شويه ابوكادو مع حامضه، مع حبه حامضه، جبنه بيضه وبندوره وطونه وفلفلات. كمان شوي بعد ما اشوي الخبزات هقليهن شوي، راح تشوفوا. ممتاز، لحد هسه في بروتين، كل شيء تمام، احنا بالتمام. هي الوليمه بتاخذني للمائده بالفعل. يلا نزله لريالتنا. صحه ان شاء الله. بيكون في مشهد بالفيلم بليالي راس السنه او عيد الميلاد، وعلى الاغلب انه هي عيد الميلاد، بتكون في وليمه بين العائله بفيلم هواء مقدس، وبصير نقاش تبع انه قرر ادم يترك الشغل، وبتصير حالة معينة ما بدنا انه نحكي تفاصيل اكثر من الفيلم، وبتصفي الابن والاب على بالمشهد لحالهم بالفريم على الطاولة، وبشي مرحلة بقرر طارق انه يرفع كاس صحة بس فاضي. بالضبط. ايش عمل لك هذا المشهد؟ انه انت يعني كيف الكاس هذا فاضي، مشروعك واللي بتفكر فيه كمان فاضي. كمان فاضي. على مستوى الهواء المقدس. على مستوى الهواء، يعني هو بعد الهواء المقدس تبعك هذا، هذا إشي فاضي. يعني مش هون، مش هذا المستقبل، مش هذا الإشي اللي أنت بدك تسعى له. نعم. لأنه إشي فاضي. بتعرف إنه شادي، وهذا المثير يعني، بس بحب أسمع رأيك فيه، إنه كيف شفنا إحنا طلع على الجبل. جبل القفزة تحديدا في مدينة الناصر، وعبى الهواء داخل القنينة الزجاجي، صح؟ اه، والهواء صفر. لا لا، بيقدر يعبيها كامل وين ما كان، ويحكي انه هاي هواء مقدس. السؤال ليش؟ الصدق مقصود؟ طبعا سؤال إلي ولا إله؟ إذا أنت اللي بدك إياه، أنتوا اثنين. لا طبعاً. بتخيل إنه حتى يعطي صفة القدسية أكثر، يعني يمكن هواء الناصري تحت هو هواء ملوث. ملوث؟ هيك شادي المقصود؟ بالجبل الهواء أنظف، بعدين مقدر لما كان يمد القنين الزجاجي والهواء يضرب فيها كنت اسمع صفير صوت، صفير الهواء. نعم. فمعناته عم بيعبي، انه هاي الزجاجي عم بتعبي هواء. شادي، طلع الفيلم هو عبارة عن مجسم فني اللي له عدة زوايا. فأنا كل ما بحكي أكثر كل ما بحدد أنا الزوايا، مع أنه أنا بحب الجمهور هو يطلع ويشوف من الزاوية اللي هو حاببها، بس أنا طبعاً كان عندي قصد شو قصد الشاعر. واضح أنه واحدة من أبعاد الشخصية، بما أنه الشخصية شخصية واقعية إلى عدة أبعاد، أنا حبيت أجيب الصدق وأجيب بشكل كتير واضح. وكمان ال انه يطلع على القفزي هذا محل اللي فيه بيبعد عن المدينه شوي، بيبعد عن الفوضى المشاكل، وبرتاح مع حاله. وفي لها ابعاد كمان دينيه، يعني هذا المسيح اللي طلع عربي فلسطيني طلع وبده يكون صادق، لانه هو كمان بيعاني هنا. احنا العرب الموجودين هنا المسيحيه كمان عندنا مشاكلنا طبعا اللي لها خصوصيه معينه. صحيح. اللي بحاول يفوت على الجيش عشان يحمي حاله، او بحاول يطلع ما يفوتش على الجيش عشان يثبت اكثر وطنيته. فاحنا عايشين بمحل كثير صعب كمان كمسيحيين، وهنا حبيت كمان انا اجيبها بصوره فنيه. الصدق اللي هو كمان فيه معضلات طبعا، وفيه قديش في اليوم حواجز قدام انه الواحد يكون صادق مع نفسه ومع غيره. شادي، قبل ما ناخذ من استاذ طارق ومن الشيف كلمه اخيره، كمان اللي سال عليه دوريد موضوع جلد الذات يمكن، ام هي مراه يعني الخاوه، الجنس، المخدرات، العنف، والدين. السلاح، الدين طبعا. سؤال كثير مهم على فكره، وعشان انا ما اجلد ذاتي وما اروح بالهاويه هاي، انا زرعت شخصية الأبو، وبالصدفة هو موجود هنا، يعني احنا عم نحكي على الأشياء اللي بتدور كمان على الأبو. أنا لو بدي أجلد ذاتي كان ما جبت أبو، كان رحت على إشي بوست مودرن، وأنا طلعت من برا وقلت هاي أنا رفعت إيدي، أنا كفنان أنا ما فيش عندي أجوبة. بس أنا جوابي إنه لازم يكون عندنا أبو، احنا بحاجة لأبو.
عشان ما اجلد ذاتي. احنا عايشين بمحل اللي هو فوضى، ما السيستم اللي عايشين فيه سيستم ما بتقدريش تمسكي ولا شيء فيه. وعشان هيك انا جبت شخصيه الابو. واو طارق، شامم ريحه البيستو معي؟ شامم الريحان؟ شامم من اقرب واحد انا. شامم انت ايش اللي عم تسوي هون؟ طيب شيف، انت بالمراحل الاخيره صحيح؟ صحيح. بدك تحكي لنا ايش سويت هيك سريعا وتفرجينا الطبق؟ طبعا. يلا تفضل. انا سويت لك اليوم سلطه دجاج. اها. اللي هي مع بيستو وخبز اللي هو بروسكيتا، عليه ابوكادو مع باذنجان كل واحد لحال طبعا، وتونة وجبنة عربية مع بندورة. فلما تدوقوا القرار إلكي راح يطلع. أول شيء إحنا الريحة لحد إستا ما عطيشنا طعمة، وخيالنا عم بخدنا لقديش الطعمة زاكي طبعا فعلاً. ودائما بوصي من عنده على فكرة، أنا أكله كتير طيب. شكرا. أنا كمان بدي أوصي من عنده، بس كمان بدي أجرب هيك أطبق هذا الطبق اللي جهز اليوم. شيف سلم إيديك. شكرا لك. عافية. شكرا على الأفكار الرائعة اللي عم تعطيها لكل شخص مهتم بالمطبخ. شكرا لك. أوكي طارق، كلمة أخيرة للمشاهدين بدنا نسمع منك، وتحديدا مشهد قطع التحضير قبيل قطع اللسان، عملية فقدان النطق. بفكر إنه شادي فيه وراها كمان مقولة، ومقولة جدا كبيرة. مع كل روح الفيلم الحلو، حتى بال كيف ما ذكرنا ليلة الوليمة هيك، تشوف الناصري من فوق بطبيعة الشرق عفاف، إشي مش طبيعي. أوكي الشجرة جميلة جدا بساحة العين وهيك، بس بالسوق بحارة الروم صورت صحيح؟ إيش بتحكي على أي مشهد؟ على المشهد تبع لما بتخلص لما يرفع لك الكاس وهيك هذا. بساحة المطران. يعني كل دار قديم، القديم العربي، جو الناصري كثير رائع، بحطك بطابع جدا مختلف. بدي ارجع لكن على مشهد قبيل قطع اللسان وفقدان النطق، كيف كان لك هذا المشهد والفيلم ككل كيف اثر عليك؟ وكلمه اخيره نسمع منك للمشاهدين. انا يعني يوم العرض الناصري كان العرض الثاني اللي انا بشوف الفيلم. مره شفته في القدس، ولما طلعت بسالني شادي، بيسألني شو رايك؟ فقلت له بقدرش أحكي، لأني كنت بعدني متاخد من الفيلم ومتفاجئ. يم. أو متفاجئ من الفيلم كفيلم، ومتفاجئ من الدور اللي أنا قمت فيه. قمت فيه، يعني كنتش متصور إنه راح يطلع بهذا الشكل. مشهد الوليمة لما بيحكي على انه اخر وليم يمكن هاي اللي بده ياكل مع عائلته، كل مفهوم، كل فكره قطع اللسان لاجل عمليه صحيه. ايش بقول؟ اذا كان على الحكي، انا حكيت كثير بحياتي، يعني تفكيره كيف كان. بس كيف بدي اقدر اكل مع انه بتخيل انه الشيء الصحيح ومش كيف بدي اكل. يعني لازم الاب يقول مش كيف بدي اكل، كيف بدي احكي، كيف بدي احكيها. فهو بيقول انا حكيت كثير وشبعت حكي، بس كيف هسه بدي اقدر يعني. بدي اقدر اكل، كيف الكلمات لها دلالات. لانه الشيء الصحيح انه هو يقول كيف بدي احكي. نعم نعم. الفنان طارق قبطي، شكرا لحضورك معنا، الف مبروك دورك في فيلم هواء مقدس. شادي، وين راح نشوف الفيلم مستقبلا؟ وين راح يكون في عروض؟ وين الناس بتقدر تشتري تذاكر؟ وين بتقدر تشوف كل هاي المعلومات؟ ممكن اشكر وهيك ممكن سريعا معنا دقيقه لكل هذا. اول شيء بشكر استاذ طارق، بشكر كل كمان كل الممثلين اللي يعني انا لما فتت بدي اصور الفيلم كنت حاسس حالي زي شحاد، بس محظوظ لانه اشخاص زي استاذ يوسف ابو وردي ولطف نواصر فاتوا معنا وغيرهم طبعا، شفنا البير بشكل خير. ايوه بالضبط، كله فاتوا بيان. ما سالش في مصاري فيش، فحبوا الفكره وفاتوا طبعا. فانا بشكر الجميع طبعا وبشكر الجمهور. الفيلم راح ينعرض بكل البلاد وكمان بالناصري بسينمانا ابتداء من 14
منشوف اول اسبوعين وبعدين ممكن يكمل يعني اسبوع ونص على الفيسبوك. بالضبط بكل تاكيد. نشكر حضورك الممثل المخرج السيناريست شادي سور. من اكثر المشاهد اللي ضحكتني الاعتراف امام الخوري اللي جاي يعمل ديل معه، كان جدا رائع. شابو، شكرا لكم. هذا فن وهذا اللي احنا بنفتخر فيه بكل تاكيد. تابعوا فيلم هواء مقدس بالرابع من شهر اكتوبر القادم. هذا لكل شيء في هذا اليوم. انا عفاف، بنشوفكم بكره على كل خير. حلقه جديده وصباحنا غير. الى اللقاء.